اليد التونسية. محمد القلال الرئيس فرع كرة اليد في نادي ساقيت الزيت، وانتظاراتكم من مباراة دور نصف النهائي، ونحن توا المسؤولية كبرت لأنه عندنا فريق في الدور النهائي، فريق تونسي نستناو فريق تونسي ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يكون النهائي تونسي تونسي. باه البطولة في خوتها الأخيرة، ما تفصلنا خطوة على الدور النهائي، إن شاء الله حضرنا كل شيء. الماتش هذا سيدار روفونج للسوبر اللي تفكرنا مع الفريق العربي عم ناول، إن شاء الله حاضرين، حضرنا الكل كبيرة وصغيرة. إن شاء الله الفرجة مضمونة اليوم بإذن الله، والانتصار مش يكون إن شاء الله حليفنا. شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة. أكيد المتابعة بشكون وتشويق كبير إن شاء الله في لقاء فريق نادي ساقيت الزيت والعربي القطري، نظرا لأنه تقريبا الفرق في نفس الأداء وفي نفس المستوى، مع أفضلية لفريق نادي ساقيت الزيت بفضل الجمهور نتاعه اللي موجود بأعداد كبيرة اليوم في قاعة الرايد البجاوي في إصفاقس. الكلمة للسيد الترابلسي في تقديم الفريقين في انتظار التعليق المباشر إن شاء الله بعد لحظات. يعطيك الصحة ذاكر. نمر إلى صلب الموضوع، مباراة الدورة النصف النهائي الثاني بين فريق منظم الدورة نادي ساقيت الزيت والعربي القطري. نبدأ تفضل ذاكر، تفضل. سيد رجع للخط لأنه بحذايا الأستاذ مشعل السليتي مشرف اليد في فريق العربي القطري. عربي القطري عمل دورة ممتازة باستثناء يمكن مباراة الترجي التونسي. يبدو لي يعني كرة اليد القطرية أصبحت من المراهنين في مستوى عالي، في مستوى الخليجي، في مستوى العربي، في مستوى الآسيوي، معناها تطور كبير. واليوم شنو تنتظروا من مباراة العربي؟ والله لله الحمد، الكرة القطرية إن شاء الله نتمنى نظهر بصورة نشرف الكرة القطرية على المستوى العربي. ناس ما تفضلت أنت الكرة القطرية على الصعيد الآسيوي العالمي وممتازة، إن شاء الله أن اليوم نظهر مباراة سيمي فاينل مع مستضيف البطولة، مباراة جماهيرية، نتمنى نظهر مظهر مشرف إن شاء الله وتوفيق الفريقين إن شاء الله. أكيد المستوى العام تاع البطولة وأنت مشرف معناها وعندكم اختلاط بعدد كبير من اللاعبين الممتازين، مدربين ممتازين. والله المستوى صراحة مستوى ممتاز، صراحة المستوى الفني ممتاز، والدليل أن المباريات باستثناء مباراة الترجي ولا المستويات متقاربة، يعني مستوى فني ممتاز. بالتوفيق إن شاء الله، بتوفيق الفريقين إن شاء الله، بالتوفيق النادي ساقيت الزيت إن شاء الله، وإن شاء الله الأفضل يفوز في الآخر. شكرا لك أستاذ مشعل، أعطيك الصحة، عندك الكلمة سيد. بالفعل ذكر قلت نبدأ بتشكيلة الزوز فرق فريق العربي القطري، واحد علي قرباس، أربعة محمد وليد بومعراب، سبعة البوزني إيفان ميلاس، رقم إيفان ميلاس. قلت بقية التشكيلة: عبد مراد، بيسل الرئيس، معتصم محمد، ثامر علي، إسماعيل محمد، غانم العلي، صبحي سعيد، حسين بسكيري، حسام رمان، مصطفى كراد، وهاني فيخي. هذا بالنسبة لتشكيلة العربي القطري. نادي ساقيت الزيت خمسة: جيلاني معرف، صلاح الدين رقيق سبعة، ثمانية زبير السيس، تسعة بلال بن سعدة، حمزة فرج عشرة، ملوير الفزاني الليبي رقم 11، 12 الحارس نادي الغضاب وحكيم عبد السلام رقم 16، زوز حراس معهم جمال نجاح 19، فاخر الواد 21، 23 محمد غازي مميش، 33 سيف الدين حميدة، 88 ناصر قعباب، حسام القطاف الجزائري رقم 90، 95 المنسق محمد أمين بن غانم، وأشرف المرغلي 97، والمدرب هو السيد العياري. باش يرافقنا في التحليل المدرب هيكل محمود، مدرب الشمال القطري واللي سبق له التتويج بالبطوله هذه مع فريق نادي ساقيت الزيت. في الحقيقه هو مدرب سابق نادي ساقيت الزيت. كوتش اليوم يظهر لي مباراه مهمه نادي ساقيت الزيت، باعتبار انه المنافس هو فريق العربي القطري، يظهر بوجه محترم في البطوله هذه. صحيح، معناتها فهمتني ولا مقابلة اليوم، معناتها المستوى متقارب، لكن فما حاجة تحكم هي النادي ساقيت الزيت، تحكم هو النادي العربي القطري. إذا نعرفه لعبنا ضده بعد من عمناه ونعرفه، وهذا ديجا هو احنا هزينا معاه دور نهائي في المغرب وقت لعبنا معاه دور نهائي. تبدل شوية معناتها في المحترفين اللي جابوه، معناتها معناتها صبحي سعيد وجابوا هذا اللاعب المحترف هذا ميناد زيد، هذا لاعب جديد معناتها في قطر، عنده شهر يمكن معاهم، وعندهم زاد اللاعب هذا الجناح متسلفين مع النادي الغرافه. معناتها نحب نحكم على المقابله هذه مشي، وعندهم حسام رمان زاد فهمتني ولا هو متسلفين مع النادي قطر. الحاجه الباهيه في ساقيت الزيت اللي هو دفاعين مش يكون، يعني نعرف زوج فرق بالضبط توا دفاعين ساقيت الزيت هي احسن، والحارس المرمى نتاع ساقيت الزيت معناتها اقوى واحسن من الحارس تاع النادي العربي، وهجوميا معناتها فهمتني ولا براسك يكون نفس المستوى، لكن دفاعيا ساقيت الزيت احسن من النادي العربي، وهذا معناتها تعرف معناتها برانسيب كره اليد هي معناتها 70% حارس مرمى ودفاع معناتها، وبرانسيب معناتها ان شاء الله بفضل ربي معناتها ساقيت الزيت اليوم معناتها تخطى العقبه هذه. زيد معناتها حتى النادي العربي بصراحه معناتها انا شفته في قطر مستواه، وشفته في الدوره هذه ماهوش مثلا
ولا قاعد يقدم في مقابلات كلها مقابلات وقت تشوف معناتها يربحها في الاخر. صحيح فما اكسبيريونس تاع صبحي سعيد هي اللي مشكون معناتها في الميزان، خاطر هو الترمومتر نتاع الجمعيه هذه. بقدره ربي اذا كان لقينا حل معناتها صبحي سعيد معناتها ان شاء الله معناتها نادي ساقيت الزيت تعدى النادي الدور النهائي ان شاء الله. بالتوفيق النادي ساقيت الزيت في مباراة الدورة نصف النهائي الثاني. أكيد الهدف هو اللحاق بالترجي الرياضي التونسي في الدورة النهائي بعد تأهل الترجي الرياضي التونسي في النصف النهائي الأول على حساب السالمية الكويتي. أولى الهجومات لفريق نادي ساقيت الزيت، ترجع الكرة من جديد، دخول بقوة من بن غانم. إيفانس ميلاس يطلع الكرة بسرعة اللاعب رقم 11، دخول بقوة نفس الشيء للفريق العربي القطري اللي حاول ربما يتخلص من ضغط المباراة. وكذلك نادي ساقيت الزيت مدعوم بجماهيره هنا في قاعته في قاعة الرائد البجيوي بسبيق سمير بن غانم. فلا تنسيق زبير السيس من 9 امتار، علي قربة يرجع الكرة بسرعة عكس الهجمة للفريق القطري، وأولى الأهداف للفريق القطري. حامل القميص رقم 19 في التشكيلة الأساسية لفريق العربي القطري، يرجع الكرة. أولى الأهداف كما قلنا الفريق العربي القطري. من جديد أمير بن غانم في التنسيق، عملية التقاطع، زبير السيس محاصرة فردية من هاني كيخي، يحاول باش يوصل كرة لعبة لجناح في آخر الواد. مرة أخرى الحارس علي قربة يتصدى الكرة لعبة الجناح في آخر الواد في العملية الأخيرة. تعود الكرة صبحي سعيد من جديد في تنسيق العملية الهجومية. لفريق العربي القطري قطع الكرة أمام إيفانس، يصعد من جديد لكن باسل الرئيس يوصل كرة لعب الجناح. صبحي سعيد يتمكن من إمضاء الهدف. ثاني أهداف المباراة لفريق العربي القطري 2-0. أكيد برشا أخطاء على المستوى الهجومي يستغلهم فريق العربي القطري، يتمكن من إمضاء ثاني أهداف المباراة 2-0 لفريق العربي القطري. زبير السيس كساعد محمد أمين بن غانم في التنسيق، المرغلي كساعد على الجهة اليمنى، أشرف المرغلي يمشي، أمين بن غانم يضرب كرة على القائم الجزائري، كمل العملية حسام القطاف المطالبة برمي 9 امتار. لكن العمليه الاخيره يقول ثنائي التحكيم البوسني. على كل حال في انتظار تحسن اداء نادي ساقيت الزيت اللي كان به قاعد يلقى في صعوبات على المستوى الهجومي في بدايه المباراه. صبحي سعيد من جديد في التنسيق، الكره رقم 55، أولى الورقات الصفراء يتحصل عليهم الليبي مروان الفزيني. 2-0 في توقيت 3:30 منذ بداية المباراة الأسبقية لفريق العربي القطري. ياسين عبيد محللنا الفني يظهر لي ياسين قاعد يلقى في صعوبات نادي ساقيت الزيت على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي هو يقطع كرة وفرصة باش يرجع في المباراة. صحيح، يعني نشوف المقابلة بنت سريعة، الدفاع العربي القطري تغير يعني مقارنة بالمقابلات الفارطة، قاعد يلعب ديفونس اورينتي على زبير السيس. بالنسبه لساقيت الزيت حافظ على نفس التشكيل الدفاعي، جليني معرف وسيف حميده في اللاك سنترال نتاع الديفونس. ساقي تو ما زلت 4 دقائق ما سجلت اول هدف في المقابله، يعني الدخول نتاعها ما كانش كوم الفو، ما زلت تلوج على الحلول. ان شاء الله يعني اللي بقدم الدقائق تدخل في المقابله ساقيت الزيت، ونستناو يعني زبير السيس وسيف حميده يتحركوا اكثر. وننتظر ان شاء الله الجمهور نتاع فريق النادي ساقيت الزيت يكون اكبر داعم لفريق الفريق. وهذه اول الاهداف لفريق ساقيت الزيت، التسديده من الظهير الايمن لفريق نادي ساقيت الزيت. العمليه ثم التسديده في القائم الاول خالد علي جربه، 2-1 في توقيت 5 دقائق لعب في الشوط الاول في لقاء نادي ساقيت الزيت العربي القطري. من سيواجه الترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي؟
هذا اللي ينتظروا فيه الناس الكل في قاعة سقيت الزيت لهنا. وحبه كرة اليد في المستوى العربي، كرة ترجع لفيت نادي العربي القطري، يستمد القوة متاعه من صبحي سعيد اللي عنده كرة الآن. صبحي سعيد يلعب الكرة مع ميراس، والكرة من باسل الرئيس، والضيع الكرة وترجع لفيت نادي سقيت الزيت، والصعود بسرعة، يلزم الصعود بسرعة، يلزم يخالط بالسرعة. الحميدة، سيف الدين حميدة، يمر سيف الدين حميدة للجناح، ما زالت الكرة سيف الدين حميدة، وفما مرور بقوة. الثنائي البوسني دينو وعمر، ثنائي يزفر على الطريقة الأوروبية، معناها تقريبا طريقة السفر بتاعه، يلزم اللاعبية بتاعنا يتأقلموا معاها، لاعبية نادي ساقيت الزيت، فريق ساقيت الزيت اللي نجح نجاح كبير برشا، فاز في كل المقابلات بتاعه منذ بداية الدورة، هو الفريق الوحيد اللي فاز في كل مقابلاته منذ بداية الدورة، وينتظر إن شاء الله يواصل الإنجاز بتاعه في الدورة النصف النهائي ويمر للدورة النهائي كتتويج للمجهودات بتاع كل الأطراف اللي كانت حاضرة في تنظيم البطولة هذه. البطولة تنظمت تقريبا في شهر في 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 وقت وجيز، 2-1. ننتظر تعليد النتيجة لفيت نادي سقيت الزيت. زبير السايس يلزمش السرعة، ما يلزمش السرعة، وعلي جربة ما يلزمش ندخلوا الحارس هذا في المباراة. البداية عكس المتوقع ياسين، معناها بداية مش كنا متوقعوها. فريق سقيت زيت مازال ما نجحش من ناحية الهجومية. صحيح، يعني نشوفوا الحلول مازالت ما جاتش كوم الفو. هوني يعني ما لازمناش ندخلوا الحارس هذا في المقابلة، نعرفوه يعني حارس هذاك يسخن يولي يقلق برشا. بالنسبة لسقيت الزيت يعني واقف في الدفاع كوم الفو، تو في 6 دقائق لاعب يعني قابل للاستهداف. لازم يردوا بالهم اكثر من صبحي سعيد ومع لاعب الدائره، ولازم يلعبوا المونتي دبال، لانه نشوف الفريق القطري يعني يعني مقارنه بسقيت زيت تعب يعني بدنيا، ولعب اكثر مقابلات وما عندوش افكتيف قوي. هذا المطلوب، هذا المطلوب، الهجمه سريعه وتطلع الكره سريعه. يعني هذا الجزائري حسام القطاف يتمكن من عكس الهجمة بسرعة وتعديل النتيجة على مستوى سنين مقابل سنين. هاو أمامنا تعودنا به كلاعب ساعد يعني في تشكيلة المدرب السيد العياري، لكن اليوم يلقى نفسه كلاعب جناح باختيارات فنية من المدرب السيد العياري. يعود صبحي سعيد على مستوى التنسيق البوسني، إيفان ميلاس كساعد على الجهة اليمنى يحاول التسديد من 9 أمتار، ينجح البوسني إيفان ميلاس أمامنا على الصورة، نسبة نجاح عالية في مباراة الدور الربع النهائي، يصعد فوق الجميع طول قامة كذلك قوة في التصويب. زبير الأساس يعمل الفانت ممتاز، يوصل كرة مروان الفزاني على 6 أمتار، محاصر من باسل الرئيس. مروان الفزاني كالعادة يرجع في آخر الواد بمركزه الاعتيادي كجناح ودخول. لاعب نادي ساقيت الزيت أشرف المرخلي كساعد على الجهة اليمنى، أمين بن غانم في التنسيق، ومروان الفزاني كلاعب دايرة. زبير الأساس إن شاء الله يكمل بنفس المستوى في مباراة الدور الربع النهائي. عمل التقاطع، يخرج الفزاني مركز الدايرة، توصل الكرة أمين بن غانم، يلا يمين يكمل العملية، زبير الأساس يضرب ممتاز الهدف، تعديل النتيجة 3-3. أو أمامنا على الصورة تم اختياره أفضل لاعب في مباراة الدور الربع النهائي من هدفي الدورة، تقريبا سحب المرتبة الثالثة في ترتيب الهدفين ب 24 هدف. هيكل محمود محللنا الفني يظهر لي اليوم مقابلة متاع السواعد، خاصة بياخذوا ثقة في نفسهم على غرار الهدف الأخير اللي سجله زبير السيسي، خليه على المستوى المعنوي يكون حاضر. صحيح، أكيد أكيد، هما ساقيت الزيت ما دخلتش كوم الفو في الطرح من الأول، تو تحس معناتها أكثر كونفيون كما تعرف معناتها الدخلة من الأول معناتها تكون هكا، لكن تو معناتها يلزمهم أكثر حاجة يعملوا معناتها على تصعيد الكرة معناتها رابيد، وهم راهو معناتها العربي معناتها عندهم راهو عندهم مشكل معناتها صبح سعيد صحيح في الهجوم معناتها يعمل في الدفاع معناتها مش كوم الفو، هذا زاد هاني كيخه معناتها مش قوي ياسر معناتها على الدفاع. الوسط نتاع النادي العربي هو القوي معناتها، هذا اللاعب هذا بوسني وهذا زاد اللاعب السوري هذا رقم 14 باسم، هذا معناتها زوج قويين هذوما في الدفاع، ونجم نركز معناتها لازم نخدموا شويه على الاكستيريير، ولازم معناتها فهمتني نلعبوا على النزول نتاع الدائره الثاني كسوى الجناح فاخر او جناح جزائري معناتها يهبطوا، على خاصه لازم تكون لعبه على هاني كيخه وعلى رقم 2 مغاديكا، ضعف اكثر حاجه مغاديكا دفاعيا. شفته كان خذ الكره يمكن كانت معناتها كان يكون حل هذا هجوم وعكس معناتها، هذا لاعب معناتها في الجناح هذا معناتها متعود ما يضيعش معناتها، اسماعيل محمد متعود ما يضيعش معناتها عنده معناتها نجم نقولوا فما لاعب سوري اخر هو معناتها على
على الدكه معناتها ان شاء الله معناتها توا الهجوم تاع ساقي الزيت مش قاعدين نشدوا في الكوره برشا كوره فما تسرع ان شاء الله معناتها يتحكموا كل كوره بحسابها لازم نحسموا في كل كوره الكوره زي ما تكون عزيزه معناتها كيما نقولوا زي ما تكون في الهجوم معناتها عزيزه الكوره بحسابها توا مع الدفاع تاع ساقي الزيت هو اقوى صراحه مش يكون اقوى معناتها من النادي العربي شفت توا كنا نحكيوا على اللاعب على الاكستيرير معناتها على رقم 2 من غادي ورقم 2 من هنا هذاك يا اخي نجموا نلقاو برشا حلول عليهم الزوج هذوما ونبعدوا على الوسط هذا حل من الحلول ان شاء الله معناتها ساقي الزيت معناتها يكونوا معناتها بالشيء هذا ان شاء الله يطبقوه في الدقيقه العاشره كانت التسديده من اشرف المرغني 4-4 بين سقيت الزيت والعربي القطري والكره ترجع لفيت العربي القطري صبحي سعيد في اتجاه من ميلاس تمشي للجناح من الجناح وي اي اي الزاويه مفروض انه الزاويه هذه الزاويه مغلقه لكن هادي الغضاب كان رفع رجله والمهاجم تمكن باش يغالطوا اسماعيل محمد بن حميده سيف الدين تمرير اللعب الدائره ويتفطن الدفاع يعني الكاخي يتفطن في العمليه الاخيره وترجع الكره لفيت الفريق الردي سقيت الزيت اللي يلقى الحلول من الازهر والبيبعد على الوسط كما قال هيكل محمود بكر شويه اللي يعرف الفريق هذا جيدا محمد امين بن غانم في اتجاه اشرف المرغني محمد امين بن غانم فما لاعب قاعد يخرج في اتجاه زبير السيس في التغطيه على زبير السيس يمشي يمين بن غانم يغير المراكز بينه وبين زبير السيس يخرج القطاف يلعب الكره المرغني في اتجاه زبير السيس يكمل يطلع فوق المرمى كره عاليه لانه فما الدفاع رفع يديه بالتالي خاف من الصد والهجوم المعاكس لفيت فريق النادي التسديد البرة الحمد لله من حسن الحظ انه كره البرة الهجوم المعاكس حسام القطاف في كره اليد ما فماش انت مسك كره بيد برك استقبل الكره ديما بزوز يدين في كره اليد لانه فما قوه الكره هي اللي تمنع باش اللاعب يشدها بيد بركه وبالتالي التركيز تركيز والتركيز نظرا وقت اللي يبداو فرق في زوز في نفس المستوى هيكل مطالب بالتركيز معناها كل كره كل كره عزيزه زي ما تكون في ماتش كيما هكا وخاصه دي بارك كيما هكا لازم نكون نستحفظوا عليها هذا معناتها فما تسرع قلت لك معناتها من ساقية الزيت معناتها نجموا نخرجوا الكره صحيح نخرجها للاخر ما لقيناش الحل نوقفوا الكره ونعاودوا معناتها فهمتني ولا نقوموا بالهجمه بتاعنا هذه هفوه زاده معناتها فهمتني ولا في الوسط وفما اقصاء معناتها الجيلاني ما عرف فهمتني ولا هما تحس معناتها النادي القطري معناتها العربي القطري قاعد معناتها يلعب واحده قاعد يلقى في الحلول مش قاعد متسرع ساقيه الزيت متسرع خبره كبيره عندهم لاعبين لا صحيح وعندهم خبره كبيره عندهم خبره كبيره هذا باسم هذا معناتها لاعب يجي في 7 نوادي في نادي قطر هذا لاعب حتى فريق قومي مع قطر هذا كيف لاعب سوري زاد اللي باش يقوم هذا بالتسديد زاد مصطفى كراد معناتها كلهم معناتها لاعبين خبره ويلزمنا معناتها نعرفوا كيفاش لازم ساقيه الزيت تعرف كيفاش تحفظ على الكوره بصراحه معناتها فهمتني ولا على خاطر كان تثبت ذاكر السيناريو اللي صار عمناول معناتها مع نفس النادي هذا في السوبر كوب دراب معناتها اعطيناهم ثقه في رواحهم دخلوا في الماتش ما قعدنا نجري واحنا في السكور هذاك ما يساعدش معناتها بالنسبه للقاء هذا لازم ساقيه الزيت يقعد في الماتش وديما قريب ويحاول باش ياخذ هو معناتها قبل الشوط ياخذ معناتها ياخذ الفرق على خاطر معناتها فيزيك مو حاجه متاكد منها الا نادي ساقيه الزيت هو اقوى معناتها اذا كان نقعدوا في البارتي معناتها النادي قطر النادي العربي معناتها مش يتعب بعد تاني فيزيك مو على خاطر فيو معناتها الشامبيونات غاديك نتاعهم يلعبوا في 3 ماتشات وصلوا معناتها ناس 17 هم يلعبوا في ماتش وجاو لهنا ماتشات ورا بعض ومعناتها مش يتعبوا بعد تاني في الاخر ان شاء الله ساقيه الزيت تقعد في البارتي وتقعد معناتها تعرف كيفاش تقعد معناتها للاخر مش حتى للاخر معناتها فما حديث اخر الشوط الثاني اما الشوط الاول ما يلزموش يشوفوا معناتها يجلسوا يكونوا مقارب تقريبا يطبق الكلام اللي قلت هذا ذاك كان عندك كان لاعب النادي العربي هذا اشرف المرغي سنتين معاه اشرف المرغي اللاعب اليساري هذا بتاع نادي ساقيت الزيت هو كان يلعب في النادي العربي واضح والكره اللي فاتت النادي العربي من الجناح نادي الغضاب والكره غلطته في القائم الاول الكره قاعده تكمل على الاجنحه وفريق العربي القطري قاعد يلقى الحلول تقريبا مراكز الكل شوف يفتح الزاويه يسدد في القائم الاول يتمكن من تسجيل الهدف السابع 7-5 قاعد محافظ على الفرق نتاعه فريق العربي القطري في بدايه المباراه في توقيت 14 دقيقه لاعب قربنا لنصف الاول للشوط الاول اشرف المرغني يرجع محمد امين بن غانم باش يلعب مع سيف الدين حميده دور الكره في فريق النادي ساقيت الزيت ما زالت الكره التقطعات لفريق نادي ساقيت الزيت سيف الدين حميده مع محمد امين بن غانم يمشي بسرعه يحضر سيف الدين حميده باش يدخل مناطق السته امتار بالقطاف يرفع الكره ومن حسن من سوء الحظ من سوء الحظ يضيع علي الجربه ما خداش الكره ومن سوء الحظ يضيع والكره ترجع
ليفيت فريق النادي العربي القطري في توقيت السيد 14 دقيقة 7-5 لفريق العربي القطري أم نادي سقيت الزيت. ترجع الكرة بتسعة أمتار لفريق العربي القطري. باسل الرئيس أمامنا لاعب الدير إمكانيات بدنية كبيرة لهذا اللاعب، لاعب سوري الجنسية أكيد لاعبي الدير إمكانيات بدنية كبيرة. صبحي سعيد يحاول باش يكمل عملية يربح تسعة أمتار من جديد بإشارة من ثنائي التحكيم البوسني دينو وأومار. أمامنا صبحي سعيد حلول بالجملة على مستوى الهجومي، لاعب حركي يلعب برشا على ساقيه، الدفاع متقدم 4-2 تقريبا شاهد في زبير السيس يحاول باش يكون هو يحاصر اللاعب صبحي سعيد. ديفان ميلاس يضرب كره خارج المرمى من 9 امتار من اللاعب البوسني. 7-5 من اجل العوده الى واحد نادي ساقيت الزيت. يرجع المرغلي كساعد وكذلك سيف الدين حميده على مستوى زوز سواعد، ثم يدخل امين بن غانم في التنسيق، فاخر الويد كلاعب جناح والليبي مروان الفزيني على مستوى الست امتار لعب الديره. تعود الكره تقاطعات يصبح حميده هو المنسق، امين بن غانم يطلب الكره وكذلك خروج الفزيني من مركز الديره. تقاطعات من جديد بين الفزيني وبن غانم، توصل الكره امين بن غانم حاول باش يعمل الفان من جديد سيف الدين حميده يكمل العمليه والهدف ممتاز. حميده كره ارضيه غالب بها الحارس ثاني قربه، نسبه نجاح 100% 1-1 اول تسديده واول هدف لسيف حميده في المباراه. اكيد حاول باش يدخل في المقابله على غرار بقيه اللاعبين. يعود نادي ساقيت الزيت في الوضعيه الدفاعيه، عوده اللاعب رقم 55 مصطفى الكراد على مستوى الساعد الايمن في التنسيق كالعاده. صبحي سعيد يخرج باسل الرئيس من مركز الديره يحاول باش يلقى الحلول على مستوى وسط الدفاع. الكراد من جديد كره ما تخرجش ما تجاوزش الخط النهائي، التنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم البوسني. من جديد سعيد يبحث على ايفان ميلاس باش يكمل عمليه، سعيد مشي بالكره مشي بالكره قبل الهدف، ما يتمش احتساب الهدف وبالتالي إعادة تنفيذ التسعة أمتار من جديد. ميلاس تسديد أرضية على ثبات خارج المرمى، لكن كل لمسة في لاعب نادي ساقيت الزيت يبقى الامتلاك لنادي ساقيت الزيت أو عفوا لنادي العربي القطري يبقى الامتلاك. هذا ممتاز المرور لكن كرة على القائم من حسن حظ الحارس حارس نادي ساقيت الزيت في العملية الأخيرة حكيم عبد السلام. يرجع كالعادة رقم 97 أشرف المرغلي كساعد وأمير بن غانم في التنسيق. ضرورة البحث عن الحلول على مستوى الهجومي خاصة شاهد في دفاع قوي وطويل القامة بقيادة محمد معتصم، كذلك البوسني إيفان ميلاس ومن وسط الدفاع لعب الديرة باسل الرئيس. التقاطعات أمين بن غانم يأخذ الكرة يحاول باش يتسرب يمهد إلى لاعب حميدة من جديد المرغلي. المرغلي يبحث عن الحلول حميده باش يسدد من 9 امتار ممتاز ينجح سيف الدين حميده بكل قوه يندفع من 9 امتار وامامنا هاي الاعاده موى في مره اولى باش يسدد ثم يختار تسديده ارضيه يغالط بها الحارس علي قربه. عوده المباراه الى التعادل على مستوى 7-7. محللنا الفني اكيد مطالب نادي ساقيت الزيت باش يخذل ثقه في نفسه خاصه على المستوى الهجومي، يتعامل بكل جديه مع الوضعيات الهجوميه على غرار زوج هجمات اللي حسمهم في شباك الفريق القطري. صحيح صحيح تو نحسوا نادي ساقيت الزيت معناتها بدا يثيقوا في ثقه في روحه اكثر، قاعدين معناتها فما دي شونجمون نقوموا بهم احنا تو معناتها في الدفاع، هو قاعد يعطل شويه يمكن في تصعيد الكوره معناتها دي شونجمون كان نجموا معناتها نخرجوا بالكوره وبعدين نقوموا معناتها في الديولا بالتغييرات هذه، لكن في الاتاك تحس احسن تحس معناتها قاعدين يشدوا في الكوره. سيف حميد يعطي الساحه قاعد ياخذ انيسياتيف وقاعد معناتها يلقى في الحلول، والحارس هذا راهو كما قال سين عبيد معناتها راهو الحارس هذا اذا كان دخله في الطرح يكون معناتها، اما هو راهو معناتها ماهوش كلا حارس معناتها هو يمكن علاش قلت لك ماهوش نقطة قوة معناتها بالنسبة لهم هما صحيح الدفاع نتاعهم سيء، أما الحارس نتاعهم حتى من الأجنحة معناتها نتاعنا نجموا نلقاو برشا معناتها سوليسيون إذا كانت تعطيها حقها الكورة مع الحارس هذا. تقعد معناتها نقطة ثانية زي ما معناتها دبانة في تصعيد الكورة معناتها خاصة كيبلا صبحي سعيد معناتها
في الهجوم وعكس ولا حتى نمر 17 هذا زاد معناتها كيما نقولوا يجري مليح وكذا واحد لازم معناتها نعرف كيفاش نوقفوهم وبارسا معناتها توا حاليا معناتها ام بوان معناتها الماتش قاعد ماشي واحده بواحده قلت لك راه هذا الكل يقعد ديما لصالح ساقيه الزيت اللي هو معناتها انا متاكد اللي هو كيما قلت لك معناتها باش يكون فيزيكمون اقوى في الشوط الثاني التسديد هذه التسديده معناتها ولا وضيع سيف الدين حميده كان تقريبا بريفيزيبل معناه كان فايق به الحارس والدفاع في عمليه التسديد والكره خارج الميدان وترجع الميلاس الاجنبي في تشكيله الفريق العربي القطري ايفان ميلاس تلعب الكره لفهد فريق النادي العربي القطري قاعد يعمل فيها اخطاء فريق النادي ساقيه الزيت من ناحيه الهجوميه رغم الدفاع اللي كان جيد في الشوط هذا صبحي سعيد رتبان باسم 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 الرئيس تمشي الكره لمصطفى الكراد يلعب مع صبحي سعيد يخرج بسرعه كبيره ويسجل تقاطع وفما ثغره كبيره كان في الدفاع ثغره كبيره في الدفاع فريق نادي ساقيه الزيت ولهنا مطالب يمكن السيد العياري بتغيير الدفاع لانه اللاعب رينو العمليه تتقاطع مصطفى الكراد تقريبا هز الدفاع الكل تو العمليه عاودوا لنا زملائنا وتو هيكل محمود يتبع معنا العمليه الاخيره الخطا اللي صار في الدفاع في عمليه التقاطع وكيفاش الحساب كان غلط عمليه التغيير نتاع اللاعبين كان فما خطا كبير هذه عمليه شوفوا كيفاش هاني الكراد هز اللاعب معاه وخلى المساحه كبيره مع التغطيه ما تمتش من المدافع فاخر الواد وبالتالي كانت مساحه كبيره برشا قدام المهاجم هيك صحيح صحيح هذه معناتها لقطه بدائيه صراحه معناتها هذه معناتها من قبل معناتها جا وراه معناتها عمل كي جا وراه معناتها اون برانسيبي يوصل ويرجع هو لبلاصته مروان الفزاني هو غلط ماهوش فاخر الواد فاخر الواد مازال معاه الجناح لكن معناتها مروان الفزاني قعد غادي وكمل معاه زبير السايس معناتها فهمتني ولا اون برانسيبي ياخو هو كراد ولا وهو يا اخو صبحي سعيد هذه معناتها مش معقول باش معناتها يدخل في انترفال كيما هذا سهل برشا معناتها حتى اللقطه اللي قاموا فيها معناتها لقطه سهله ماهيش معناتها بين زوج جوارات معناتها كانت كنا نجموا نتفاداو الهدف هذا يعني يقول لك ذاكر ما زلت مش قاعد نشوف في ساقيه الزيت اللي شفته في الماتش اللي فات معناتها تحس معناتها فما خوف فما ما عرفش شنو هو فما لكن ماهيش كي العادي مازال ما دخلوش في البارتي كوم الفو هذا تايم اوت معناتها هذا معناتها في وقته معناتها باش يعدل نعرفوا انه زاد فريق ساقيه الزيت لعب كنت فريق ضد فريق كبير فريق لعب النهائي الكاس في قطر معناه فريق مهيكل كما يجب من افضل فرق قطريه على المستوى العربي وعنده تتويجات كبيره معناه مو ضد يمكن بقيه الفرق اللي لعب لهم في الدور الاول والله هو فريق معناتها كما قلت لك صاحب خبره صحيح فهمتني ولا نعرفه مليح يعني الفريق هذا لكن كي نشوفوا حتى المقابله بتاعه هو لافت ومقابله لعبتها ساقيه الزيت تحس ساقيه الزيت فما كونفيونس كبيره هذا الماتش لافت مع الفريق الكويتي ان شاء الله الثقه هذيك معناتها نشوفها وترجع معناتها ان شاء الله مازال الماتش طويل ومازال يمكن هو زبير السيس القاطره اللي يجيب معاه زملائه اللي سجل مقابله ممتازه سيف الدين حميده والهدف الثامن 9-8 نادي ساقيه الزيت اذا يوصل في مستوى نقطه التعادل باش يغير المعطيات لصالحه هذا مؤكد باش يغير المعطيات لصالحه بعد تسديده من سيف الدين حميده والكره ترجع لفيت فريق النادي العربي القطري مصطفى الكراد صبحي سعيد الخط الخلفي في فريق العربي القطري متميز مع صبحي سعيد مصطفى الكراد وايفان ميلاس مصطفى الكراد ويطلع له فاخر الويد في التغطيه هدف فارق لفيت نادي العربي القطري ايفان ميلاس صبحي سعيد لازم التغطيه على صبحي سعيد الكراد فما لاعب دائره ثاني يدخل اللاعب الجناح لاعب دائره ثاني ايفان ميلاس لازم يخرج اللاعب لازم يخرج اللاعب ممتاز وما زالت العمليه لفيت العربي القطري الان مطالبين رفع اليد بالفعل ثنائي التحكيم يرفعوا اليد للاعلان اللاعب السلبي التغطية والخطأ لفيت النادي العربي القطري مع مواصلة رفع اليد وإجبار العربي القطري إما باش يسدد ولا الكرة باش ترجع لفيت نادي ساقيه الزيت في توقيت 21 دقيقة لعب الدفاع هو المفتاح في كرة اليد التسديد وترجع الكرة الكاخي والتسديد أي الكراد يسجل مصطفى الكراد يسجل قوي جدا لاعب يساري معصم عنده ممتاز في القائمة الثانية يتمكن باش يسجل نادي ساقيه الزيت يلزمه يقعد في مستوى الا واحد ما يلزمش زاد يقبل هدف اخر بشيما يقعد في المباراه التقدم مجددا 10-8 هيكل لفيت نادي العربي القطري اما نادي ساقيه الزيت والدفاع هو الاشكال توا في ساقيه الزيت بصراحه معناتها يدخل لاعب 9 امتار معناتها ويشوت ويده ليبر معناتها ايده حر ما نجمش حارس معناتها ما يعمل راهو معناتها الدفاع معناتها كيما نقولوا مع لاعب المينات بكري معناتها سيف حميده وصل الوقف ولا خاطر يطلع يعمل عليه في الكونتاكت وقاعد يمسكه معناتها في ايده ما يخليش معناتها يشوت مرتاح كيما هيك حارس معناتها ما يعمل كي تبدا هذا هدف ممتاز معناتها من اشرف معناتها
هو تبارك الله عليه معناتها عنده ايده معناتها باهيه برشا هذا اللاعب اشرف وعنده مستقبل ان شاء الله معناتها القدام ان شاء الله لازم يكون الديفونس اجريسيف هذه ذاكر راهو معناتها هذه بين 9 امتار لازم حد يدخل معناتها تلعب في دفاع 6-0 مش على 6 متر معناتها تلعبوا على 8 متر 9 ما يدخل حتى حد باش يشوط مرتاح لازم يكون فما كونتاكت كبير باش الحارس يقوم بدوره احنا توا معناتها ان شاء الله معناتها كيما توا كان يلعب كيما توا قاعدين نشوفوا في الجيلاني قاعد يخرج على الناف زبير كيف فهمتني ان شاء الله توا لازم تسعيد كوره معناتها هذا هو معناتها الدفاع اللي نلوجوا عليه حكيم عبد السلام في العمليه الاخيره وانذار يوجه ثنائي التحكيم البوسني دينو عمر صبحي السعيد اللي غادر في الوضعيه الدفاعيه يصبح على بنك الاحتياط فرصة لنادي ساقط الزيت للتعديل من جديد على مستوى 10-10 يرجع أمين بن غانم في التنسيق سيف الدين حميدة وفي آخر الويد كلاعب جناح أمين بن غانم على مستوى التنسيق ترجع له الكرة من جديد سيف الدين حميدة ممتاز للفزيني على 6 أمتار ينجح يسدد مروان الفزيني سيف الدين حميد العصوره واللي كان مر تمريره الاعاده الفزيني عملي دوران على 6 امتار يغلط الحارس علي شربه 10-10 وقت مستقطع يطلبوا المره هذه مدرب العربي القطري الجزائري عمر عازب مع اجواء هنا واستفاقه جماهير نادي ساقيت الزيت لتقديم الدعم المعنوي من المدارج امامنا جماهير نادي ساقيت الزيت من اجل تاهل الدور النهائي ومواجهه الترجي اللي انتصر منذ قليل بفارق عريض على السلميه الكويتي هيكل محمود في التحليل الفني يظهر لي نادي ساقيت الزيت وقت اللي حسن الدفاع نتاعو وقت اللي يركز في الهجوم القى حلول وعاد النتيجه على مستوى 10-10 صحيح اذا كان معناتها الدفاع نتاع ساقيت الزيت كيما يكون كيما يكون معناتها كيما اجريسيف كما كنا نشوفوا فيه زوج لقطات هذوما وزيد اللقطه اللي تو كان يخدموا فيها سيف حميده مع لاعب داله مروان الفزاني تنجح برشا خاصه على الكوتي هذه خاطر هما زوج لاعبين هذوما مش قويين في الدفاع راه احنا قلنا راه الدفاع نتاعهم قوي في الوسط معناتها النجم نلعبوا عليه معناتها هذه كيخة وهذا اللاعب معناتها فهمتني ولكن ما تو النجم خاطر مروان الفزاني صاحب بنيه جسديه قويه ينجم ياخذ برشا كور على الجناح هذايا وعلى هاني كيخة خاطر زوج لاعبين هذوما مش قويين برشا معناتها ان شاء الله معناتها تو كملوا ساقيت الزيت معناتها فهمتني ولا الوقت هذا باهي معناتها على اساس كره اخرى ان شاء الله ساقيت الزيت تاخذ الهدف الفارق باش من غادي معناتها ان شاء الله المقابله تتبدل كومبليتمون لحد الان مازلنا ماخذين حتى هدف ان شاء الله الهجوم هذا نوصل نوقفوه ولا هكذا كما قاعد يخرج تو جيلاني قاعد نشوفه باش يلعب على 10 امتار معناتها جيلاني معرف ممتاز الدفاع جيلاني معرف على مستوى وسط الدفاع يحاول باش يخلي فاميلاس في وضعيه غير مريحه صبحي سعيد يصبح كساعد يبحث مع ميلاس يسدد بكل قوه ينجح قاعد يلقى في الحلول لعب البوسني يعني قوي على مستوى التسديد من 9 امتار رغم المتابعه من الحارس حارس نادي ساقيت الزيت في العمليه الاخيره لكن ايفان ميلاسي لحد الان حاسم هذا تغيير يخرج حكيم عبد السلام يدخل الحارس ويدخل حكيم عبد السلام هو اللي يدخل باعتبار انه الحارس الهادي الغضاب هو اللي بدا المباراه ترجع الكره من جديد امين بن غانم في التنسيق كالعاده تعود الكره سيف الدين حميده الاستبعاد بالتقديم لهاني كيخي استبعاد بالدقيقتين بعد حوار ثنائي مع سيف الدين حميده يخلي الفريق القطري منقوص من اللاعب ان شاء الله وضعيه يتعامل معها بكل ذكاء فريق نادي ساقيت الزيت 6-5 على مستوى الهجومي وعلى مستوى الدفاعي في انتظار مس ارضيه القاعه والعوده بهجوم وامتلاك هجومي نادي ساقيت الزيت حسام القطاف تعودنا به كساعد في المقابلات الفارطة اليوم باختيارات فنية من السيد العياري يصبح هو كجناح وأشرف المرغلي هو الساعد مع المحافظة على مروان الفزاني كلاعب ديرة 6-5 كالعادة في التنسيق بن غانم كسكورة سيف الدين حميدة التسلسل وكذلك خلق الفروقات هذا القطاف كما قلنا من مركزه اللي عاودنا به من 9 امتار كما قلنا يسيري قوي جدا بنفس الطريقه يجيب ايفان ميلاس يرجع فريقه في التعادل 11-11 في 25 دقيقه لعب ذكر عوده المباراه الى التعادل 11-11 بين نادي ساقيت الزيت والعربي القطري عودة مجددا لنقطة التعادل في الشوط الأول في 5 دقائق أخيرة اللي مطالب نادي ساقيت الزيت باش ياخذ الفارق لصالحه
كما قال هيكل محمود بكري اللي معانا في التحليل الفني انه لازم يكون الفريق قريب برشا في النتيجه، ولما لا ياخذ الفريق في نهايه الشوط معنويا مهم جدا، لانه فريق الزيت سقيت الزيت بدنيا افضل من فريق العربي القطري حتى من ناحيه السن نتاع الملاعبيه ومن ناحيه الاستعدادات. الفريق العربي القطري اللي مقابله الدور الربع النهائي ما يخليش فيها برشا مجهود من فريق سكيكدا الجزائري مقارنه فريق نادي سقيت الزيت. ميلاس يلعب الكره تسديد وممتاز حكيم عبد السلام، رجعها حكيم عبد السلام والكره ترجع لفايت نادي سقيت الزيت، وفرصه لنادي سقيت الزيت باش يرجع في المباراه وباش يتقدم في اللقاء مجددا. الكره باش ترجع لفايت نادي سقيت الزيت. المعنويات مهمه جدا، المعنويات مهمه جدا مع الجاهز مع الحضور الجماهيري اللي يدعم ويشجع. امين بن غانم يلعب الكره مع المرغني، تمشي سيف الدين حميده ممتاز شفنكر، يضيع 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 رتبان الوجه، العوده دفاعيه ويسجل مصطفى الكرات. خطا لهنا في مسك الكره عمليه شفنكر، يعني الكره يلزمها تهبط قبل الملاعبي، الفن عمليه فنيه عملها كما يلزم، لكن اكمال العمليه في استقبال الكره ما كانش جيد. كانت فرصه ذاكر، كانت فرصه كبيره معناتها باش ياخذ الفارق معناتها سقيت الزيت. تشوف كانش يكون هذا ولا هدف اللوجو عليه، هلا غلب هو سيف كان يمكن قيل انت ريفال زرب شويه، لكن معناتها الفرصه هذه معناتها استغلها النادي العربي وعملوا هجوم معاكس مركبوا الهدف هذا. مازال تو ثلاثة دقائق لازم نعرفوا كيش نخرجوا معناتها من الشوط هذايا معناتها بخف، وعلاش لا مازال علاش ما تعرفش عليه معناتها. سيف الدين حميدة يسدد وتسعة أمتار لفايت نادي سقيت الزيت بعد تدخل القوي هاني الكاخي اللي قاعد يقوم بدفاع كبير برشا. هذا باسل الريس واحد من عناصر القوة في فريق العربي القطري، يدخل زبير السايس في التشكيلة مكان سيف الدين حميدة، محمد أمين بن غانم كمنسق لعب، كظهير ايمن اشرف المرغني اللي عنده الكره الان يلعب مع السايس، يراوغ السايس يرجع الكره في اتجاه المرغني، اشرف المرغني باش يطلع فوق الدفاع يسدد وفي القائمه الثانيه والهدف 12-12 هدف التعادل اللي فات نادي سقيت الزيت. بسرعه كبيره المرور داخل المنطقه فما تسعة امتار لانه اللاعب هذا قام باربع خطوات هذه العمليه. شوف المرور التسديد ومن حسن حظه انه الحارس ما كانش يتبع في الكره، الكره ضربت على ارضيه الميدان وتمكن من التسجيل اشرف المرغني. وتقريبا الجهه اليمنى في هجوم فريق نادي سقيت الزيت هيكل هي الافضل من الجهه اليسرى، هي افضل هذيك الساعه هذاك كنت نقول لك معناتها صحيح الاهداف مغلب الاهداف تمركيت من غادي فاخر الواد معناتها ما وصلولوش برشا كور، هو الكره الاولى ضيعها ما تحس بصراحه معناتها كما قلت بالضبط معناتها الجهه من غاديك هي احسن بالنسبه للجوشي نتاعنا. صبحي سعيد ردوا بالنا يدخل وحده، هذا مش معقول. صبحي سعيد لازم يقف من اول فانت من الخطوه الاولى لازم يقف صبحي سعيد، اذا خليته المساحه فانه اللاعب هذا ذكي جدا. 13-12 شوف مساحه كبيره فما فراغ ويدخل في الرواق ويتمكن من تسجيل هدف التقدم 13-12. محمد امين بن غانم وترجع الكره والتغييرات في بين الدفاع والهجوم، يخرج المعرف ويخرج ايضا سيف الدين حميده، يدخل المرغني زبير السيس، والنادي سقيت زيت يلزم في كل الحالات يكمل الكره دي في المرمى. محمد امين بن غانم اشرف المرغني، بن غانم يلعب مع زبير السيس، الكره ترجع محمد امين بن غانم زبير السيس المرغني، شو الدفاع دفاع فريق القطري يطلع في مستوى السبعة امتار، محمد بن غانم فما تدخل فما اقصاء دقيقتين، اقصاء لميلاس مفروض ايفان ميلاس يتم اقصاؤه اذا مش اقصاء نهائي. نستناو ثنائي التحكيم التشاور بين ثنائي التحكيم وحط ايده في جيبه ولا بالفعل، واقصاء نهائي لباسل الرئيس. باسل الرئيس عاودونا العمليه لو سمحتم زملائنا التقنيين، عاودونا العمليه هذه العمليه اللي اتدخل هو باسل الرئيس بالفعل. باسل الرئيس كنا نعتقد انه ميلاس، والثنائي التحكيم كان حاسم، واكيد هيكل التغيير في قوانين كره اليد انه الاقصاءات هذه المباشره حفاظا على سلامه اللاعبين وحفاظا على الفرجه زاده في كره اليد. صحيح صحيح، معناتها الحكم عنده الحق باش يعطيه معناتها ورقه حمراء ديريكت اذا كان يراها الهوده دخل معناتها عنيف وشده من ايده من التالي، ما عندوش الحق. وتشاوروا زوج حكام راهو معناتها لا هو معناتها يستحق الحمراء، وهذا بصراحه نهايه الشوط الاول هذه صراحه ماشي لصالح سقيت الزيت،
ساقيه الزيت معناتها باش تقعد النادي العربي باش يقعد ناقص، حتى البدايه نتاع الميتون ثاني باش يقعد ناقص، وزيد معناتها اللاعب هذا راهو صاحب خبره كبيره برشا، ما تشوفوا حتى كي بدا يلعب على الدائره راهو معناتها يقوم بعمل كبير كبير جدا، هو احسن مدافع في نادي العربي. وفي الهجوم عندهم كان لاعب الدائره هذا مش يلقاو تو مشكل كبير ياسر على مستوى لاعب الدائره، على خاطر ما عندهمش معاوض نتاع اللاعب هذا. هذا ان شاء الله معناتها فهمتني ولا ساقيه الزيت يستغلوه ويوليو ما عادش يخافوا على الزون، شوليو معناتها نقدموا اكثر، شوليو نعملوا اللي فوت اكثر، معناتها حتى لما مش يلعب لاعب دائره مش يكون لاعب دائره، معناتها هذا مؤكد. اشرف المرغني توصل لاعب الدائره والالتقاط وترجع الفريق الخطري، خطا كبير والكره وجه لوجه ويسجل 14-12، نص اهداف فارق قبل 20 ثانيه كان مفروض هيكل انه تمشي بالتسديد ما تمشيش اللاعب الدائره. صحيح. يعني الكره اللي كان فيها يمكن الريسك انه تضيع مفروض ما يعاودش عليها. ما تعاودش، هما يلعبوا بخمسه ذاك، هما يلعبوا بخمسه، كان صار تقاطع عادي ولا كان كل واحد مشى الانترفال نتاعه ولا خرج جناح ولا خرج لاعب دائره وحده. مش فاهم معناتها قاعدين نلوجوا على الشوط من برا معناتها واحنا قاعدين هما ناقصين، هذه تسرع، هذا تسرع بصراحه اللي قاعدين يقوموا به ساقيه الزيت تسرع. مش عارف علاش معناتها قاعدين نشدوا من برا. معناتها وقت اللي هما بخمسه معناتها وبرانسيب يصيروا حوايج ياسر معناتها تسرع وقت الوقت معناتها كان صالحنا احنا. نهايه الشوط لكن الرميه الاخيره الرميه التسعه امتار يتم تسديدها حسام القطاف ورينا جهاد بن عرعار في فريق الترجي التونسي تبقى له بسجل هدف على الشاكله هذه. ولا انه يساري ذاكر من هنا يساري معناه المفروض انه يميني اللي يسدد، يمكن في محاوله لمغالطه من حسام القطاف مفروض يميني لانه الزاويه تكون القائمه الثانيه مفتوحه لانه الزاويه باش تكون مسكره تسديد وفما الدفاع جدا. قوي جدا اللي تبع العمليه يبدو لي صبحي سعيد تبع العمليه. الحوار بين صبحي سعيد وحسام القطاف ما كانش يقصد حسام القطاف لانه صبحي سعيد هو اللي مشى للكره. نهايه الشوط الاول 14-12 هيك اللي فيه النادي العربي القطري ام ساقيه الزيت. يقول لي ساقيه الزيت في الوقت اللازم وقت اللي لازم تاخذ الفرقه لصالحها ضيعت الوقت المهم. صحيح، خاصة في ال 40 ثانية الأخرانيين كي خذاو هما معناتها دقيقتين معناتها ضيعنا الكرة هذيك نتاع ليكاليتي وكملوا هما طلعوا بها هجوم وعكس وماركوها هما معناتها بخمسة لاعبين وكانت تكون زادة دخلة حتى الميتون ثاني كيما قلت لك معناتها حاجة باهزة قد زيد الإقصاء نتاع باسل الرئيس. لكن هو توا معناتها الشوط الأول بصراحة معناتها باش نبداو واضحين ساقيه الزيت كان فوق المتوسط بشوية معناتها ماهوش ساقيه الزيت اللاعب المقابل اللي فات بدنيا عنده دور عمل بدني هيكل ولا يمكن معناتها مش نقولوا عامل بدني حتى هما زاد كيف لعبوا معناتها مخر ظهر لي البارح نادي العربي وكذا مش حكايه ارهاق نتصور انها هي معناتها اكثر حاجه يمكن فما شويه تراك فما ميزات جمعيه ما دخلتش في الماتش يمكن كما تعرف نصف نهائي اللي يخسر معناتها يمكن مزالوا معناتها انا مش قاعد نشوف لاعبين ساقيه الزيت مسرحين كالعاده. الشوط الثاني باش يتلعب وقتاش هيك؟ معناها بدايه الشوط وقتاش معناها نعرفوا تقريبا الملامح نتاع الشوط الثاني والله اذا كان ساقيه الزيت يلزمها تقعد في المقابله يلزم الشوط الثاني يعرفوا كيفاش يدخلوا خاصه تو هما يقعدوا ناقصين بخمسه قاعد يخرج في الحارس هو يلزم نلقاو حل نجموا في ساعه معناتها نرجعوا فرق هدف وبعدها نقعدوا نقيسوا يلزم من هنا الديسات مينيت كذا يلزم ساقيه الزيت من هذا الديسات ديزويت يلزم تاخذ فرق على خاطر بصراحه معناتها النادي العربي راهو اكثر خبره واكثر اكسبيريونس في الاوقات الحاسمه وتعرف صبحي سعيد معناتها راهو الحلول معناتها يلقاه مع مصطفى كراد معناتها راهم يلقاو حلول في الاخر ماذا بينا الماتش ما يوصلش لكن هاك الكره الاخر وكذا خاطر هما اكثر خبره ومع كما تعرف ضغط جمهور وكذا ينجم يكون معناتها حاجه سلبيه بالنسبه لساقيه الزيت. ان شاء الله في ربع ساعه الاولانيه معناتها اسمع ساقيه الزيت تدخل في الطرح كيما الفوها الحارس اللي دخل تو بالفعل. ذاك نعود نرحبوا بالساده المشاهدين مع العوده لمجريات الشوط الثاني. ان شاء الله نادي ساقيه الزيت ينقص من الاخطاء ويستغل اقصاء لاعب الدائره باسل الرئيس مع نهايه الشوط الاول اكيد والاستبعادات وضروره التعامل بكل ذكاء مع مجريات الشوط الثاني خاصه باعتبار خبره عديد العناصر في فريق العربي القطري اللي قاعد يلقى في الحلول خاصه مجهودات البوسني على مستوى 9 امتار ساعد ايفان ميلاس كذلك في التنسيق خبره كبيره لصبحي السعيد لعديد التجارب للاعب التونسي اللي عزز صفوف العربي القطري في هذه البطوله العربيه. نتمنى عوده نادي ساقيه الزيت اكيد الدعم الجماهيري من المدارج باش يكون حاسم في الشوط الثاني مباراه باش تلعب على جزئيات صغيره بالنسبه لفريق نادي ساقيه الزيت من اجل العوده في المباراه باعتبار انه انهى الشوط الاول متاخر في النتيجه 14 مقابل 12 ذكر.
العودة بعد السفير ثنائي التحكيم الثنائي الصربي في مباراة اليوم أمور ودينو، الثنائي البوسني عفوا في مباراة اليوم أمور ودينو اللي أداروا عديد المقابلات في البطولة العربية هذه. حوار بين الثنائي التحكيم والمشرفين على الفريق العربي القطري، لأنه كان بكري حوار بين بعض جماهير فريق نادي سقيت الزيت والصبحي سعيد لاعب تونس، لكن الحوار إن شاء الله ما يخرجش على الحوار لأنه المنافسة تبقى على الميدان، ونتمناه إن شاء الله نادي سقيت الزيت يكون في مستوى عالي جدا في الشوط الثاني. عودة اللاعب 14-12 وامتلاك الكرة بشكون لفيت نادي العربي القطري مع النقص كما قلنا باسل الرئيس كان خرج بفضل إقصاء النهائي، وفريق نادي العربي القطري باش يبقى منقوص دقيقة و14 ثانية فرصة ليه باش يقطع الكرة هذية لأنه عنده تفوق عددي فريق نادي سقيت الزيت، مع إن شاء الله الأظهر يكونوا في مستوى خير برشا من اللي في الشوط الأول ويتمكنوا باش يعملوا الفارق في مرمى الحارس علي جربة الحارس النيجيري في تشكيلة العربي القطري، والجمهور يلزم يشجع من البداية للنهاية. بالفعل المطلوب هو الدعم الجماهيري خاصة في الشوط الثاني، أكيد باش تكون آخر مواجهة يعني الشوط الثاني باش نتعرفوا فيه على النتيجة النهائية للمباراة، يعني باستثناء مباراة سبورتينغ المكنين والسليمية الكويتي اللي تم الالتجاء فيها لزوز حصص إضافية، جميع المقابلات انتهت في التوقيت القانوني يعني 60 دقيقة. باش ترجع الكرة بأولى الهجومات لفريق العربي القطري تقريبا نفس التركيبة، دخول لاعب الدائرة الثاني حامل قميص رقم 20 غانم علي مكان باسل الرئيس، صبحي سعيد نشوف في محاصرة رجل لرجل من لاعب نادي سقيت الزيت في العملية الأخيرة، إيفان ميلاس يحاول باش يبحث على لاعب رقم 55 ينجح اللاعب مصطفى الكراد يعني منقوص عدديا من اللاعب ويسجل هدف، هذا يترجم الصعوبات قلة انتباه وقلة تركيز من ناحية دفاعية لأنه لاعب يعمل لك ديبار يجيك ويدخل ويسدد فما اللاعب اللي في المحاصرة الأول واللاعب الثاني، معناها زوز فما أخطاء كبيرة برشا في المباراة هذه. رمية 7 أمتار لنادي سقيت الزيت بعد مجهود فردي من اللاعب سيف الدين حميدة، يدخل منطقة 6 أمتار يتصرف وسط الدفاع ويجبر اللاعب على ارتكاب الخطأ ورمية 7 أمتار. تغيير في حراسة المرمى، يدخل اللاعب الحارس حسين بسكيري حامل قميص رقم 23 في تنفيذ رمية 7 أمتار، أشرف المرغلي رقم 97 أمامه الحارس بسكيري ينجح يقلص الفارق من جديد يرجع الاثنين نادي سقيت الزيت. الدفاع يلزم يكون متماسك، الهجوم يلزم يستغل كل هجمة، أكيد مباراة باش تلعب على جزئيات بسيطة يعني نفس الطريقة، دفاع متقدم على صبحي سعيد رجل لرجل من اللاعب رقم 21 فاخر الواد، يتقدم على صبحي سعيد اكيد خبره كبيره صبحي سعيد اللي قاعد يقدم في حلول على مستوى الهجوم، ايفان ميلاس مازال يكتمل صفوفه حاليا فريق العربي القطري، صبحي سعيد يربح 9 امتار من جديد. على كل حال لازم تخدم مليح الدفاع باش توقف على الاقل قوه السواعد خاصه 55 مصطفى الكراد اللي يقدم شوط اول محترم صبحي سعيد. النادي سقيت الزيت يطالب بتنبيه باللعب السلبي، بالفعل زوز ثنائي تحكيم يرفع اليد نتاعو قطع الكره ممتاز سيف حميده الى زبير السيس في موقع مناسب، زبير السيس ينجح عكس الهجمه الفاست بريك بسرعه، زبير السيس يرجع فريقه ولا واحد في توقيت زوز دقائق. ذكر نعاود نرحب بضيفنا في التحليل الفني هيكل محمود مدرب الشمال القطري، هيكل يظهر لي بدايه شوط ثاني ممتازه نادي ساقيت الزيت قاعد يحاول يلعب على الاخطاء نتاع الفريق المنافس. صحيح والله بدايه باهيه، نشوف فما تصعيد كوره ما عندها توا شانجمون ولا قريب من هنا حتى كان باش يقوم بشانجمون احسن من بكري خاطر بعيد شانجمون. زاد الخمسه واخذين صبحي سعيد توا معناتها مان تو مان بلاستيك معناتها مش يلقاو برشا صعوبات الفريق القطري، شوف عكس الهجمه في اخر الواد وجه لوجه يعدل النتيجه ممتاز الجناح الطائر رقم 21 ممتاز طلب الكره كان في موقع ممتاز وكمل العمليه في شباك الحارس علي جربه 15-15 عوده على مستوى التعادل 15 من قبل 15. صحيح تو معناتها هذه هي الدخله اللي نحكيو عليها معناتها
تحس الجولات في كونفيون معناتها هبطوا معناتها مركزين واخذين تو صبحي سعيد هو المدرب تاع الجمعيه تو باش يكون ما فماش هذا لاعب زاد فهمني ولا كبير في السن هذا رقم 10 ما عندوش برشا حلول ديجا حتى الجيلاني معناتها يلعب يعرفه معناتها يمشي برشا فازات كبرى ويمشي معناتها فمعناتها ان شاء الله نوقفوا هذا اللاعب الترونجي حاول باش يوصل الكرة قطع الكرة من زبير الساس تسعيد الكرة لازم تسعيد الكرة ممتاز لا للتسرع سيف الدين حميدة يطلب زملائه بلا طريف توصل الكرة لعب الجناح الواد يفتح الزاوية كرة خارج المرمى هذا اللي كنا نحكيه عليه فرق بين السرعة والتسرع حب يكمل على لعب الجناح في آخر الواد كورته خارج المرمى هي وصلت الباس في وقتها لكن ذاكر هو معناتها في آخر تسرع بصراحة في الكرة هذه كان نقز مليح وفكس الجارديان كان ينجم يمركات تسرع فيها شويه تسرع لكن مش مشكل توا حاسين الحاجه الباهيه الدفاع نتاع ساقيه الزيت تغير ولينا معناتها فهمتني ولا هما معناتها كفريق قطري معناتها لقاو في برشا مشاكل قاعده تشوف يلعبوا حتى ما غير لاعب دائره لاعب شوف شكون عبد الفامي لاعب رقم 10 فواز معاذ توصل الكره لعب الجناح يفتح الزاويه وينجح رقم 19 اسماعيل محمد من مركز الجناح يلقى الحل باعتبار انه كانت عملية تسلسل تنتهي لعب الجناح هي الاعادة امامنا يتمكن من غلطة الحارس نادي ساقيت الزيت حكيم عبد السلام كان الهدف لساقيت الزيت كان يكون هدف فارق نستناو فيه يمكن ساقيت الزيت تاخذ سكور شوف كيف مع عند الكره نتاع اخر الوقت قلبت تو هما مخذاو كالعاده الفارق ان شاء الله ان شاء الله نرجع ان شاء الله هذه الجزئيات البسيطه اللي تنجم تحدث الفارق على كل حال يمشي حسام القطافي لزبير الاساس سيف الدين حميده يحاول باش يبحث على الثغره في وسط الدفاع متماسك الدفاع القطري في العمليه الاخيره يربح 9 امتار كالعاده مروي الفزاني مركز الدائره سيف الدين حميده ينجح قوي جدا مندفع سيف الدين حميده في العمليه الاخيره امامنا بكل قوه هاي الإعادة ياخذ المسؤولية على عاتقه ويسدد فوق الدفاع يعني من نوعية التسديدات اللي تصعب على الحراس اللي يكون زاوية الرؤية مش واضحة للحارس وهذا اللي صار في العملية الأخيرة 16 مقابل 16 عودة التعادل من جديد بين نادي ساقيت الزيت والعربي القطري ذكر تواصل الكرة اللي فات نادي العربي القطري 16-16 خمسة دقائق 17 ثانية في الشوط الثاني تغيير في تنسيق اللعب في فريق العربي القطري التقاطعات يخرج الجناح يحاول يوصل لهاني الكاخي وفما تدخل الدفاع نادي ساقيت الزيت فواز المعضادي لعب تقريبا المباراة الأولانية وبعد مرناشي بعدها في المقابلات اللي بعدها منسق اللعب يدخل وقت فريق طالب انه يلعب اكثر سرعه يلعب في الارقى اكثر سرعه معناتها هو ما عادش فما لاعب دائره بالنسبه لنادي القطر راك تشوف معناتها حلول فرديه ولات معناتها بالنسبه لنادي العربي القطري لازم نستغلوا الشيء هذا معناتها وصبحي هو كما قلت لك هو في الاوقات الحاسمه راهو مش يعمل فرق لازم كيد عاده يكمل معه في اخر الوقت 100% وتوا حاليا حتى دفاعيا وين بلاصه ذاكر باسم معناها كتشوف قاعد يلقى زوز اهداف من سيف حميده معناها نجم يلقاو حل حتى في الدفاع نتاعهم قص وفي الهجوم كيف كيف ان شاء الله يكمل معاه لازم يكمل ياخذوا الاخر اللقاء واكيد تشوف معناتها حتى ما عادش متنسقين في اللعب تشوف اللاعب معناتها قاعد يلعب لاعب دائره هو الساعد قاعد يلعب لاعب دائره ما عادش لاقين حلول في الاتاك ان شاء الله معناتها يكملوا ويخرجوا الكره لازم يخرجوا الكره طبعا. يحاولوا يخرجوا صبحي من المحاصرة الفردية خمسة مع واحد الآن هاني الكاخي المعضادي والتدخل الدفاع ويستغل التسعة أمتار باش يرجع دفاع فريق نادي ساقيت الزيت وياخذ صبحي الكرة صبحي سعيد الكرة مع دخول المعضادي كلعب دائرة تمشي الميلاس يلعب الكرة للجناح ميلاس يلعب العكسيدو معناه والتسديد ويسجل صبحي سعيد قاعد يقدم في مباراة قديمة وحكينا مع المشرف نتاع فريق العربي القطري كان أشار أنه كان فما خيار في الإعارة إما صبحي سعيد أو لاعب جزائري يلعب في فريق آخر قطري ثم تم الخيار في الأخر على صبحي سعيد لأنه صبحي سعيد يلعب في تونس ويلعب ضد أندية يعرفهم هذاك علاش كان الخيار على صبحي سعيد والله صبحي سعيد معناتها مش كالعربي معناتها حب ياخذ وتشوف توا ذاكر هذه فما نادي الوكرة ونادي الدحيل الزوز معناتها توا قاعدين يتنافسوا عليه هو يلعب معهم كاس اس هو احسن لاعب يعني نقول لك غادي ريسك احسن لاعب يلعب على نادي الغرافه احسن الوجه نتاع نادي الغرافه كله تبدل به غيره هو احسن لاعب محترف في قطر هذا الشيء هذا ونادي الشمالي خمم فيه ولا وش خاصك يا جماعه لازم برشا امكانيات ماديه
لا ويستحق بصراحه معناتها يقدم في اضافه كبيره برشا. تعرف نادي الغرافه معناتها الوجه نتاعو كلب كومبليت مو بصبحي سعيد، ونادي العربي هذا معناتها اذا كان ما جاش معاه صبحي سعيد وحدك تنجم تحكم الفريق هذا. صحيح هو اللي يعمل في كل شيء راه. صحيح فواز المعضادي يحاول يمر، فما دفاع وتسع امتار، هذا هو فواز المعضادي، هذا هو كما نقولوا بلاي ميكر نتاعهم، هو دي مساحه الاصلي 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 نتاع الفريق. ذاكر صبحي سعيد متدرب معاهم ولا تدريب، جاي يلعب ديريكت معاهم هذا مباشره اللي يعمل فيها. صحيح كره باش ترجع لفريق نادي العربي القطري، 18-18 التعادل بعد 8 دقائق لعب في الشوط الثاني، والامتلاك مجدد اللي فات العربي القطري. يلزم صبحي سعيد يبعد على خط 9 امتار، صبحي سعيد يلعب كره مع ميلاس، ترجع الكره المجدد اللي فات فريق العربي القطري. ميلاس يحاول يمر، انا اول مره نشوف لاعب يساري يلعب في موقع لاعب يميني. فماش لاعب دايره صحيح، محاوله المرور، فما تدخل، فما 9 امتار. معناها اليوم بصراحه حتى المعطيات في كره اليد يبداوا يلوجوا لاعب يميني باش يلعب على الجهه اللي على كظهير ايمن. اليوم لاعب معناها ظهير ايمن يلعب ظهير ايسر، نقطه استفهام بكل صراحه. خمسه لاعبين معناتها كلهم غاديك. والمعفادي فما مرو بقوه والهجوم المعاكس السريع، حسام القطاف يلا قطاف، اي 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 هذه الكرات اللي ما تضيعش، هذه الكرات اللي ما تضيعش هيك. شوف هذاك معناتها كل هدف باش ناخذوا به هدف فارق لقيت الزيت يضيع. شوف معناتها كيما كره كيما هذه ما عندهاش حقها بصراحه، ما عندهاش حقها تسرع بشاتها معناتها. وهذا الحارس الثاني هذا معناتها ما مش حتى الحارس الاول، الحارس الثاني هذا كان عطاها حقها وشاتها معناتها السامبل راهي تمركت الكره كيما هذه. صراحة الكرة تعطيك الأولى الثانية الثالثة الرابعة تاكسك الكرة في آخر الكرة هذا معناتها بصراحة معناتها يلزمنا معناتها الكرة هذه ما نستغلوه. توا هو هبط هذا لاعب دايرة هذا معناتها غانم هذا معناتها بطيء جدا في الرجوع معناتها نجم نستغلوه الشيء هذا راهو علاش قلت لك توا برشا يحاولوا في المونتي دبال لقينا برشا كور لكن التسليم معناتها كما تعرف لازم معناتها أهداف كيما هذه ما تضيعش. إن شاء الله معناتها المرة الجاية إن شاء الله في الهجومات الجاية معناتها نلقاو حل خاطر ما نجمكش تصعبها ياسر، ماهوش يحارس مشكول هو تشوف سامبل تمركيلو هذا. على كل حال يرجع الهجوم لفريق العربي القطري، صبحي سعيد يحاول باش يلعب على ساقيه ممتاز زبير السيس، يرجع صبحي سعيد علي غانم هذا امامنا على الصوره، غانم العلي لعب الديره مكان باسل الرئيس اللي تم اقصاءه. صبحي سعيد يضرب كره ممتازه الحارس ممتاز حكيم عبد السلام يرجع كره كالعاده سيف الدين حميده، صبحي سعيد في حوار ثنائي مع سيف الدين حميده كمل عمليه يخسر الكره لكن يربح الخطا موجود باشاره من ثنائي التحكيم البوسني عمر ودينو. 9 امتار من جديد لنادي ساقيت الزيد يواصل على مستوى الهجوم زبير السيس سيف الدين حميده وكذلك اللاعب اشرف المرغلي، دخول جمال نجاح على مستوى الجناح الايسر لنادي ساقيت الزيد. نستناو في الهدف اللي معناتها ساقيت الزيد تاخذ به لافونتاج ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي الهدف في اللحظات هذه 18-18 المرغلي يمر بكل امتياز يوصل الكره لاعب الديره كمل العمليه يا فاخر فاخر الويد كان امام وضعيه ممتازه لكن يتباطأ نوعا ما ويخلي الهجوم 9 امتار من جديد. سيف الدين حميده يلا يا سيف يوصل كرة لكن قبل هذا 9 امتار تحسن حتى على مستوى الدفاع القطري. سيف الدين حميده قاعد يقدم في الشوط الثاني اعطى برشا حلول خاصه من التسديدات من مسافات بعيده ومن 9 امتار. سيف الدين حميده زبير السيس التنبيه باللعب السلبي لسيف الدين حميده على ثبات ممتاز ممتاز كما قلت سيف الدين حميده يقدم في الشوط الثاني بكل امتياز وامامنا على ثبات غلط الحارس الثاني اللي دخل في الشوط الثاني حسين بسكيري وقت مستقطع. اول مره نادي ساقيت الزيت ياخذ الفارق مع واحد يخلي مدربه الجزائري مدرب العربي القطري عمر عازب ياخذ وقت مستقطع يظهر لي على المستوى المعنوي مهم الاسبقيه اللي خذاها نادي ساقيت الزيت في التوقيت هذا. هيكل محمود صحيح صحيح مهم جدا معناتها الهدف هذا وتوا يمكن مش يقوم بشويه تغييرات عنده حسام رمان زاد على البنك وكذا يمكن يقوم بالتغييرات هذه. حاليا دفاع نتاع ساقيت الزيت قاعد ماشي يقوم بالكو المحاسنه نتاع صبحي سعيد عطات اكله الخروج نتاع باس اللاعب الدائره معناتها راك تشوف معناتها لقينا برشا معناتها كور الاتاك نتاع النادي العربي معناتها الهجوم نتاع النادي العربي تحس معناتها جمعيه كلمه دخلت بعضها كي خرجنا خذينا صبحي سعيد ولو لعبوا باربع اريارات مع يهبطوا اثنين يهبطوا ثلاثه معناتها لاعب دائره ان شاء الله يستغلوه تو ساقيت الزيت ان شاء الله معناتها فهمت تو نزيدوا زيدها تو كما قلت لك من الشوط الاول ربع ساعه الاولى ان شاء الله ناخذوا احنا تو معناتها السكور ما نوصلوش نقعدوا لك الكور في الاخر نتاع الماتش.
ان شاء الله كذلك يتحسن الدفاع، يعني قاعدين نشاهدوا في تحسن الاداء الدفاعي، خلى نادي ساقيت الزيت ياخذ الفارق لاول مره في المباراه. نذكر بالإطار الدوره النصف النهائي الثاني من البطوله العربيه للانديه بعد ترشح على الترجي الرياضي التونسي على حساب السالميه الكويتي. كما قلنا ان شاء الله يكون نهائي تونسي تونسي بنادي ساقيت الزيت والترجي. تعود الكرة، يرجع اللاعب رقم 10 فواز المعضادي. صبحي سعيد كالعادة محاصر من فاخر الواد، رقم 10 المعضادي يوصل الكرة يخسرها الفريق القطري، لكن قبل هذا 9 أمتار من جديد، 9 أمتار من جديد. هذا فواز دائما يقوم بباساج دبرا، يمشي على وقت شوف يمشي كستريل ويعطي باس وصل الكرة، لعب الجناح ممتاز ممتاز، يرجع الكرة حكيم عبد السلام، قطع الكرة توصل لعب الدائرة من جديد. الهجوم يبقى الامتلاك للعربي القطري، تحسن الأداء الدفاعي والحارس حكيم عبد السلام، إن شاء الله الديفونس تخدم في الهجمة هذه. فواز يخسر الكرة، هذا المطلوب، هذا المطلوب، عودة من جديد للوضعية الهجومية. النادي ساقيت الزيت كالعادة نفس الثلاثي على مستوى التنسيق والزوز سواعد، زبير السيس كذلك اللاعب أشرف المرغلي واللاعب المتميز في الشوط الثاني سيف الدين حميدة. تعود الكرة من جديد لنادي ساقيت الزيت، وضعية هجومية مناسبة باش ناخذوا الفارق مع اثنين. نادي ساقيت الزيت عملية التقاطع، يخرج في آخر الواد من مركزه كجناح سيف الدين حميدة، حذيري المرغلي كمل العملية، 9 أمتار 9 أمتار، ولو أنه كان أمام حتمية قطع الكرة الفريق عربي القطري. من حسن الحظ نادي ساقيت الزيت أنه يتحصل على رمي 9 أمتار من جديد، إيقاف التوقيت لمسح أرضية القاعة 12 دقيقة في هذا الشوط الثاني. صراحة ما انت شوف عندي صبحي سعيد يلعب كانو سنترال، ما برسي صبحي سعيد ما انت ضعيف في الدفاع، في الدفاع بالفعل دائما يلعب الجناح. شوف ما انت نجم نلقاو الحلول والملوسطة، نجم نلقاو حلول. زبير السيس التنبيه باللعب السلبي، كرة توصل مرغلي سدد الكرة سهلة في دينا الحارس حسين بسكيري. يعني وقت اللي نادي ساقيت الزيت أمام فرصة من أجل أخذ الفرق مع اثنين، هذا إيفان ميلاس يندفع الكيخي كمل العملية، ينجح اللاعب رقم 55 مصطفى الكراد، يعطي التعادل من جديد 19 مقابل 19. يعني هجوم ضيعوا نادي ساقيت الزيت قبل هدف اكيد يعدل النتيجه. كما قلنا مباراه باش تلعب على جزئيات صغيره، لازم كل فريق يكون حاضر في الدفاع وفي الهجوم. 12 دقيقه لعب التعادل 19 مقابل 19 بين نادي ساقيت الزيت والعربي القطري. ذاك اكيد رونق كبير برشا من جمهور الفريق، جمهور فريق نادي ساقيت الزيت اليوم في قاعة الرائد البجاوي، والكرة ترجع لفيت الفريق نادي العربي القطري، ترجع الكرة لفيت نادي العربي القطري بعد ما ضيع نادي ساقيت الزيت إمكانية التقدم مجددا هدف فارق. فواز المعضادي ويدخل لاعب الدائرة مكان ميلاس اللاعب غانم العلي، لأنه افتقد الحلول من ناحية لعب الدائرة بعد خروج باسل الريس بالإقصاء النهائي. 5-1 طريقة الدفاع الآن لفريق نادي ساقيت الزيت. فواز المعضادي يزم استغلال نقاط الضعف نتاع اللاعب هذا، لأنه لاعب منسق معناه مش مستوى عالي. شفنا كيف ضيع الكرة الأولى، ضيع الكرة الثانية، وفما تدخل من مصطفى الكراد أمام زبير السيس. هنا التحكيم قاعدين يحاولوا أنه أكيد المباراة معناها ما تخرجش على النطاق الرياضي. عودة مجددا ميلاس الظهير الأيمن، لاعبين عنده عدد من اللاعبين اليساريين يمكن يفرض على المدرب أنه رغم أنه حسام رمان موجود معناها نقطة استفهام بالنسبة لي معناها عمر العازب المدرب الجزائري. لاعب دائرة ذاك، شوف كيف يلعب لاعب دائرة، مش عارفين شكون مش يلعب حتى لاعب دائرة، ولكن هي حتى لتوا مش قاعد يستغل في الفرصة فريق نادي ساقيت الزيت رغم اللخبطة الكبيرة. صراحة لخبطة لازم يخرجوا الكرة كيما هيك سرعة كبيرة، يمشي الجناح ويسجل، يسجل الهدف 20-19. جمال نجاح، جمال نجاح هو اللي تمكن من تسجيل الهدف 20-19. 15 دقيقة لعب، هيك تحدثت على ربع ساعة أول نادي ساقيت الزيت معناها تقريبا قاعد في ربع ساعة الأول يعمل في الفارق توا، وإن شاء الله يكمل. إن شاء الله إن شاء الله يكمل، وإن شاء الله معناتها يكملوا كيما هكا في الهجمات المعاكسة هذه. كما قلت لك راهو فيزيكمون مش يتيحوا، وزيد الخروج تاع باسل قاعد تشوف صبحي سعيد يلعب لاعب دائرة فلسك،
هذا اللاعب رقم 10 ما يلقاش في الحلول، لازمنا نستغلوا، لازمنا معناتها نستغلوا هذه اللخبطه. وتضيع الكره، تضيع الكره لخبطه، وفما الهجوم المعاكس، اللاعب يشد كره اكثر من اللازم، كان المفروض اقصاء دقيقتين، لكن ثنائي التحكيم البوسني يخليه الكره بدون العقوبه للاعب ميلاس، ايفان ميلاس، والامتلاك يرجع لفيت نادي سقيت الزيت. فرصه كبيره نادي سقيت الزيت مع ايقاف اللعب، ايقاف اللعب اكيد لمسح القاعه يبدو لي، نستناو عودة اللعب مع اكيد الاشادة بمجهود عدد من اللاعبين خاصة سيف الدين حميدة وقت الناسب معناه يتمكن من تسجيل اللاعب السابق نصرة بولبا واللاعب الحالي لنجم الرياضي الساحلي. هو ذاك تعب شوية، هو سيف حميدة لازمه شوية راحة، صحيح يمكن معناتها لازمه هكا ثلاث دقائق أربع دقائق ويرجع، خاطر هو قاعد ياخذ في الانسياتيف وكل شيء. إن شاء الله عنده خبرة، عنده ثقافة الألقاب زاد مع النجم. صحيح صحيح، ان شاء الله معناتها توا معناتها بن غانم ينجم يلعب على صبحي سعيد كما قلت لك راهو شوف خطا وصبحي سعيد مجددا يعمل دور دفاعي صبحي سعيد ودور هجومي ويتمكن من تسجيل هدف 20 تعادل 20-20 وقت اللي كان قاعد يقوم في دريبل معناتها قدامه معناتها زبير عمل دريبل قدام صبحي سعيد ولعب ذكي صبحي سعيد يلعب على الكلام ما يلعبش على القوه صحيح صبحي سعيد معناها تقريبا من ابرز اللاعبين معناها ذهنيا الملاعب يقعد مركز يلعب الدفاع بذكاء كبير برشا ما عندوش قوه بدنيه كبيره لكن يستغل يلتقط الكرات زبير السايس يمشي زبير السايس الزاويه مفتوحه ويسجل ما فماش دفاع في الوسط قاعد تشوف معناتها فهمت ولا صبحي سعيد يلعب القدام يمكن حتى المتبعين تاع كره اليد يقعدوا صحيح ما يلعبش صبحي صحيح القدام يلعب شوف هو دخل واحد بركه ثاني يشوف زبير السايس كي راهو معناتها 4 متر وحده معناتها اقل صحيح. أقل تقاطع معناها تلقى الحلول في دفاع فريق العربي القطري. صراحة هذاك توا لازم نستغلوا الوقت هذايا سواء توا في تضيع الكرة سواء زاد في الهجمات المعاكسة وفي الدفاع نتاع النادي العربي معناتها لا هو معناتها بصراحة ما فما شيء توا معناتها. المهم توا أنه فريق نادي سقيت الزيت متقدم والكرة فما ماشي بالكرة بالفعل متقدم نادي سقيت الزيت في المباراة هذا مهم والأهم أنه يزيد يدعم التفوق نتاعه. كان العمليه الاخيره كان فما ماشي بالكره قبل عمليه فما الخطا وبالتالي ترجعوا 9 امتار نرجعوا لفيت نادي العربي القطري لاول مره تقريبا في تاريخ كره اليد نشوف لاعب يساري يلعب في كظهير ايسر معناه هذه مرتاش قبل ولاعب دايره ولاعب وسدد باليمين وغريب جدا غريب جدا ميلاس ايفان ميلاس لاعب يساري بالاساس بكل صراحه ما تسجلش كرات كيما هكا شوفوا العمليه معناها ويسجل هدف 21 تعادل 21-21 وقت اللي غابت الحلول معناها حاول عمر عازب بالرصيد البشري اللي عنده هيكل باش يتعامل مع المباراه في توقيت 18 دقيقه لا 17 دقيقه لاعب 21-21 صراحه معناها تو مش تقعد تشوف كان قاعد تشوف الاتاك نتاع النادي العربي انا لاعب فردي صراحه لاعب فردي معناتها اذا كان هو قام بمجهود وحده هذا اللاعب هذا قام بمجهود وحده هو شكون اللي اختار منه خدينا صبحي سعيد باش يقعد كان هو ما لازمناش نوخروا عليه خلينا نقدموا معاه حتى للتسعه معناتها برسا ما فماش خطر بكل معناتها هذا دخول بقوة يشير لثنائي التحكيم البوسني ويخلي فريق العربي القطري في وضعية هجومية يعني هذه الجزئيات اللي حكينا عليها يعني تنجم تصنع الفارق التركيز يغيب على المستوى الهجومي يخلي نادي ساقيت الزيت يخسر الهجوم التعادل 21-21 كالعادة صبحي سعيد يمشي كلاعب دايرة ثم في التقاطع يصبح هو المنسق واللاعب رقم 10 فوز المعضادي في التنسيق يلعب مع اللاعب مصطفى الكراد المعضادي يحاول باش يدخل في وسط الدفاع ايفان مره اولى ومره ثانيه المعضادي كمل عمليه يربح 9 امتار اذا امامنا هاني كيخي رقم 90 هاني كيخي صبحي سعيد ثنائي التحكيم يطلب بمسح ارضيه القاعه ايقاف التوقيت 18 دقيقه 17 ثانية هنا في قاعة الرائد البجيوي بصفاقس نرحب بكل ما التحق بنا الآن في المشاهدة الإطار هو النصف النهائي الثاني من البطولة العربية للأندية نادي ساقيت الزيت من أجل الالتحاق بممثل كرة اليد التونسية الترجي الرياضي التونسي لنذكر ضمن تأهله على حساب السليمية الكويتي ترجع الكرة فواز معضادي إلى رقم 17 معتصم محمد يبحث على لعب الدائرة كمل عملية الهدف صبحي سعيد يعني في مركز أول مرة
كلاعب دايره كمل العمليه على منطقه السته امتار. هذا ما يفسر الاخطاء الدفاعيه نادي ساقيتا الزيت، يعني صبحي سعيد في المتابعه على السته امتار يكمل العمليه. على كل حال وقت اللي تحسن الاداء الدفاعي نادي ساقيتا الزيت تحسنت النتيجه وخذ الفارق، ويرجع امين بن غانم في التنسيق ويرجع سيف الدين حميد على بنك الاحتياط. عوده اللاعب الجزائري حسام القطاف من جديد كساعد باش يضرب من 9 امتار. القطاف يكمل عمليه، يقول الحكم ضد الكره الاخيره والقرار الاخير. فواز يكمل العمليه، معتصم محمد ينجح في اللحظه هذه مع اثنين للعربي القطري 23-21. كان يبيع فتره فراغ، لازم تايم اوت سيد سيد ولا بالفعل كنا احنا مش نكونوا دي بوان ولا هما معناتها دي بوان، معناتها بصراحه معناتها الهجوم مش قاعد ياخذ في وقته، مش قاعدين معناتها نخدموا في خدمه معناتها تمشي الكوره بها وبعد عليها بواحد ثاني ولا حاجه، لكن معناتها فما تسرع كبير وحقنا نستغلوا معناتها. هذا صبحي سعيد يلعب قدام ومعناتها اقل معناتها لاعب يدخل ثاني. هذا نسبه النجاح على مستوى التهديف، صبحي سعيد 7 اهداف كيف سيف الدين بن حميده ومصطفى الكراد واشرف المرغلي 6 اهداف، 5 اهداف لاسماعيل محمد واربع اهداف لزبير السيس. قلنا احنا معناتها سيف حميده يخرج، صحيح يخرج يرتاح شويه معناتها اتاك زوز ويرجع. راك تشوف معناتها خرج سيف حميده في الماتش وقت كيما هذا راهو بالنسبه نتاع اكسبيريونس، لازم معناتها الانسان يعرف يتصرف، هو كان يعرف قاعد يتصرف. بن غانم معناتها ما دخلش في الطرح الحكومي لفوق، مازال صغير وكذا واحد ان شاء الله معناتها نلقاوه وكذا واحد، لكن في الماتش وقت هذه ما فماش، يا مش تكمل يا مش تخرج. لازمنا معناتها توا معناتها حتى من سيف معناتها بيدو يعرف معناتها لا لازم يكمل للاخر ونكملوا معناتها فهمتني ولا بال نلعبوا معناتها ديسكو فون معناتها حتى كيبدا تعب ولا كيبدا كذا ينجم معناتها يجيري اللعب تاعه. مش عارف اني توا مازال ما هبطش هو سيف زاد حتى توا معناتها ان شاء الله معناتها يرجع بعد 19 دقيقة في هذا الشوط الثاني. العربي القطري يصبح متفوق على حساب نادي ساقيتا الزيت. عودة الفزيني على مستوى الدائرة، زبير السيس، فاخر الويد كجناح، أمين بن غانم في التنسيق، والجزائري حسام القطاف كساعد. نعود مع امتلاك هجومي جديد النادي ساقيتا الزيت، دفاع متقدم على أمين بن غانم على 9 امتار، قاعد يلعب في دفاع 3-3 الفريق القطري. زبير السيس إلى أمين بن غانم، يحاول باش يعمل الفانت إلى زبير السيس من جديد للقطاف، كان يبي مش يلقى في الحلول نادي ساقيتا الزيت، فاخر الواد من جديد أمين بن غانم إلى حسام القطاف، يكمل العملية القطاف يربح 9 امتار. التنبيه باللعب السلبي، ثنائي التحكيم تنبيه باللعب السلبي. يمين بن غانم يمشي ان كونترا، امين بن غانم الى القطاف يضرب بالحارس، يتصدى الحارس القطري حسين بسكيري. طالت فتره الفراغ النادي ساقيت الزيت ومش قاعد يلقى في الحلول خاصه على المستوى الهجومي. بعد شوط ثاني قدم فيه تقريبا اضافه سيف الدين حميده يلقى نفسه على بنك الاحتياط. بصراحه معناتها قاعد تشوف تو معناتها فهمتني ولا ثم تسرع كبير في الهجوم نتاع ساقيت الزيت. وسيف حميده هو قاعد ينسق، هو لا قاعد معناتها فهمتني ولا كان يمشي في الاتاك، هو رجع ان شاء الله معناتها تو معناتها فهمتني ولا تمشي شويه تمشي ماكينه الساعه في الهجوم. خاطر بصراحه معناتها في الدفاع تو نسموهم كان بريسك معناتها موقفينهم، ابار معناتها احنا الاغلاط اللي قاعدين نقوموا بهم في الاتاك هم طلعوا بهم، مركبهم مونتي بال ومركبهم كونتر اتاك. صبحي سعيد معناتها يلعب لاعب دايره معناتها ما عندهمش برشا حلول راهو هذا ما مع ضعف كبير في حراس المرمى. بكل صراحه ضعف كبير في حراس مرمى فريق نادي ساقيت الزيت. حكيم عبد السلام يخرج يخلي مكانه لهادي الغضاب، يمشي الكره توصل للجناح والزاويه مغلقه ويضيع وترجع الكره لفيت العربي القطري. كان المفروض انه تقف العمليه ذي وناخذوا 9 امتار افضل من تشده من زاويه مغلقه، 9 امتار افضل من التسديد من زاويه مغلقه. 24-21 9 دقائق على نهايه المباراه، مازال برشا لعب، 3 اهداف فارق. الجمهور الان لازم يقوم دور كبير في التشجيع، يرجع الخمسه مع واحد في التغذيه المرضيه على ميلاس، ايفان ميلاس. صبحي سعيد يمشي للجناح، يفتح الجناح ويسدد مرضيه تصدي ممتاز لدي غضب. على الاقل الكره هذه كانت نجم تقتل المباراه، كانت نجم تقتل المباراه الكره هذه من حسن حظ وتصدي جيد. هذه تو معناتها فهمت ولا زاد يدز القلوب كما تعرف حارس المرمى عنده قيمه كبيره ياسر. شوف معناتها هاك الحل سيف الدين حميده وياخذوا الهدف. اول هجوم يا ذاكر معناتها اول هجوم فما ملعبيه بصراحه هيك تقول لي تعب ما تعبش. صبحي سعيد يلعب من بدايه المباراه، معناها فما ملعبيه لازم تخليهم يلعبوا راه. احنا قلنا يخرج هجوم اثنين
ويرجع هو طال معناه حتى يبرد الملاعبي وما ويضيع الريبير نتاعو معناه المفروض ملاعبك حتى الدفاع نتاع المنافس دفاع المنافس وقت الملاعبي صبحي سعيد حتى كي يقعد واقف في الميدان فانه تقرا له حساب خسيف الدين حميده يقعد واقف يقرا له حساب مفروض انه ملاعبيه كي من هكا حتى الدوزاج نتاع الفور هو يعرف يدوزي وحده يعرف كيفاش المجهود نتاعو يوزع المجهود نتاعو معناها وخاصه وما عندكش عناصر كبيره وسكروا لك على حسام القطاف مفروض انه الملاعبيه المفاتيح يقعدوا يلعبوا مفروض صحيح معناتها وخاصه اللاعب خبره كيف هو واحنا تو هي ميزات 8 دقائق معناتها 8 دقائق لازم نكملوا مفهوم معناتها بالناس اللي تنجم تلعب 8 دقائق هذوما هو الاشكاليه انه ما يمشي يلعبوا في الدفاع اللاعب هذا هجوم فقط مش دفاع لانه لاعب يلعب في الجهه الاخرى معناها لازم يقطع الميدان الكل باش يعمل التغيير بالتالي صعيبه شويه وقتها يلعبوا الكونتر اتاك عليه هو على الجهه نتاعه هذاك على السيد العياري معناها كونتراري ماهوش لاقي حل باش يلعبوا دفاع فقط ما يلعبوش او هجوم فقط مش دفاع كره مع فادي رتبان يلعب دايره وحده ويعمل خطا ماشي بالكره ضعيف جدا اللاعب هذا لازم نستغلوا سيف الدين حميده مش مشكل نسجلوا الا واحد نشكوا الفريق القطري في الامكانيات نتاعه سيف الدين حميده يلعب الكره تتواصل يلا رتبان ماشي بالكره من الجناح ويسجل عوده نادي سقيت الزيت مستوى الا واحد من الجناح ونجاح فاخر الواد الا واحد 24-23 يلزم توا فريق نادي سقيت زيت حسب راي هيكل انه يقدم يحصر مفاتيح اللعب ويخلي المعضادي بمفرده يخلي المعضادي وقت المعضادي تولي عنده الكره يلزم لاعبين الاخرين كل واحد ينقز على صاحبه باش يحاول يخليه يضطرب في عمليه من هكا معناه لانه اللاعب هذا ضعيف ضعيف هذا المعضادي هذا هو فما دقيقتين اي 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 خطا كبير من جيلاني معرف خطا كبير ما يشوتش هذا المعضادي هو مش يقوم نفس الفان قاعد يقوم به قلت لك من بكري قاعد يعمل باساج برا ويمشي من هنا وحتى الجيلاني يعرف يلعب حتى ضد هنا معناتها هفوه كي هذه بصراحه معناتها فهمتني ولا الهفوه هذه بحق الشرط من الجيلاني لكن معناتها الوقت مازال معناتها برشا وان شاء الله معناتها فهمتني ولا مازال الوقت ومازال معناتها نجموا نرجعوا مازال معناتها ان شاء الله معناتها نعرف كيف نتصرفوا في النقص العددي هذا كل زم الهجوم المعاكس لفيت فاخر رواد ويسجل رجعنا في المباراه رجعنا من 24-21 رجعنا ل 24-24 والحمد لله انه صبحي سعيد ما سجلش الهدف نتاع اربع اهداف فارق هدف 25-21 كان ينجم يكون حاسم كان تكون تقتل الفردي صحيح كلامك صحيح الحمد لله معناتها هذه الغلطه كره من الجناح ويسجل كل مره نفتح الزاويه الاولى وهي مزاده حتى هو طلع مفتوحه برشا معناتها مش عارف عليها كلها معناتها لكن مش مشكل تو رجعنا في البارتي مازال 6 دقائق ان شاء الله معناتها نعرف كيف نستغلها الاتاك هذه زي ما تقول لازمنا معناتها نكملوا الساعه اذا كان معناتها لازم باش نخرجوا حارس المرمى نلعبوا بخارج المرمى لكن لازم فما تايمينغ نتاع هل مش يخرج باش هذا هو خروج حارس المرمى الان دخول لاعب سابع في الميدان او دخول لاعب سادس لانه سقيت زيت منقوص من اللاعب بالتالي لهنا فما التكامل والدوران وفما اقصاء دقيقتين ميلاس ايفان ميلاس اقصاء لايفان ميلاس بالفعل يبدو لي تبعوا معايا قديش الاقصاء هذا يبدو الاقصاء الثاني لايفان ميلاس هذه عمليه فما مسك فما سنتوراج واضح لا واضح ما فيش كلام معناه ما فيش نقاش هو راهو هذا مروان والله هذا بزني ما لعبناش عليه برشا اليوم كان نشوف هذاك اللاعب داير ما لعبناش عليه برشا هو راهو البنيه نتاعو قويه وينجم ياخذ كور وينجم يخرج لنا اقصاءات كيما هكا توا احنا مش نكملوا هما مش يقعدوا ناقصين ان شاء الله نستغلوا الوقت هذا ايفان ميلاس يغادر والان يبقى التفوق العددي لفريق نادي سقيت الزيت نظرا لانه بدون حارس مرمى تسديد في المرمى لازم واحد يغير لازم عوده الحارس بسرعه السيس ملاعبي اللي حذر له باش يسدد لازم تحذر له باش يسدد السيس 25 دقيقة لعب والكرة باش ترجع لفيت نادي العربي القطري هاني الكاخي مع فواز المعضادي يلزم معناتها خمسة ويسجل الحكام كملوا العملية الحكام نسيب خمسة ضد خمسة كما تعرف نسكروا الوسط ونخلي الكرة تمشي للجناح وخلي فرصة للحارس مش يدخل معناتها يشوت في وسط الزون كيما هكا معناتها خاصة الجناح اليساري لما ضاي تعرف انه ضعيف بحقنا نلعب عليه احنا هذاك نبداو احنا في نقص عددي راهو محمد امين بن غانم مع زبير السيس تمشي سيف الدين حميده يخرج لاعب الدائره الفزاني تمشي الكره ممتاز
والكره في رميه 7 امتار دخول في المنطقه. دخول في المنطقه ورميه 7 امتار لفيت النادي سقيت الزيت اللي ان شاء الله يتمكن نادي سقيت الزيت من تسجيل رميه 7 امتار ان شاء الله. معناتها هذه رميه 7 امتار مهمه جدا معناتها ان شاء الله معناتها اشرف ومبرنسيب ششوتها معناتها ان شاء الله معناتها ما ان شاء الله ملكوا الكره هذه والوقت مازال معناتها فما 4 دقائق ونص مازال تو لازمنا نعرف كيفاش نتحكموا في اعصابنا كل كره بحسابها لازمنا نعرف كيفاش ندافعوا واحنا مازالت هي ناقصه تقعد 50 ثانيه وهي ناقصه معناتها لازمنا زبير السيس في تنفيذ رميه 7 امتار يلجع يسدد بكل قوه اغاله الحارس حسين بسكيري زبير السيس اكيد عودنا باداء افضل من هكا زبير السيس خاصه في المقابلات الفارته وكان من مفاتيح قوة نادي ساقيت الزيت. اليوم لقينا سيف الدين حميدة اللي قاعد يقدم في أداء متميز ولما لا يتم اختياره أفضل لاعب في المباراة. يعود نادي العربي القطري منقوص من لاعب 15 ثانية ويكتمل نصابه. يرجع اللاعب مصطفى الكراد رقم 55 يحاول باش يعمل الفان موجود اللاعب جيلاني معرف على المستوى الدفاع سيف الدين حميدة مع المعذادي يبدو لي هناك استبعاد او على كل حال مسح ارضيه القاعه دون الاستبعاد ثنائي التحكيم البوسني اومار ودينو يزفر المباراه في حوار مع سيف الدين حميده في العمليه الاخيره اللي كان في حوار ثنائي مع اللاعب فوز المعضادي 9 امتار من جديد بدون لاعب دايره فوز المعضادي صبحي سعيد يضرب ممتاز حكيم عبد السلام يتصدى الكرة المتابعة خارج الميدان لكن يبقى الامتلاك لصالح العربي القطري 26 دقيقة و30 ثانية 3 دقائق ونص يفصلون على نهاية المباراة كرة مهمة إن شاء الله ما يسجلش العربي القطري ترجع الكرة مصطفى الكراد إلى اللاعب المعضادي إلى الكراد من جديد باش يضرب الكراد يكمل العملية مشي بالكرة رمي 9 أمتار من جديد يقول ثنائي التحكيم لازم يزيدوا تو معناتها كما تشوف من بكري لاعب سلبي حاليا على كل حال يبدو لي ثنائي التحكيم يتأهب للإعلان على اللعب السلبي صبحي سعيد كالعادة في التنسيق باش يكمل العملية صبحي سعيد إلى الكراد من جديد هاني كيخي وصل للجناح رقم 19 ممتاز حكيم عبد السلام والحارس الهادي الغذاب قاعد يقدم في مقابلة كبيرة كرة مهمة تصدى لها الهادي الغذاب قبل دقيقتين ونص على نهاية المباراة هذه هجوم وهذه كرة مهمة هاي الإعادة لاعب الجناح يفتح الزاوية إسماعيل محمد وهاني غذاب كان حاسم على مستوى التصدي الأخير كرة مهمة جدا ثلاثة تصديات معناتها قامت ثلاثة تصديات حاسمة يعطيه الصحة معناتها الهادي رجع في الطرح كرة مهمة النادي ساقيت الزيت يرجع سيف الدين حميدة زبير السيس يلا يا زبير هدف مهم جدا سيف الدين حميدة يكمل عملية رمي 7 أمتار برافو سيف الدين حميدة دفاع في المنطقة إيقاف التوقيت رمية 7 أمتار مهمة إن شاء الله ينجح فيها زبير السيس يبدو لي هو اللي باش ينفذ أو في آخر الواد اللي عنده الكرة على كل حال يعطيها زبير السيس كي برشا مشي على أضعف مدافع بريسكو نمرو 10 مشي به وعرف الكرة معناتها مهمة جدا يعطيه الصحة معناتها 7 متر إن شاء الله هذه تمركز معناتها رمية 7 أمتار زبير السيس تغيير في حارس المرمى يرجع الحارس علي جربة أمامنا الحارس زبير السيس 26-26 ينجح زبير السيس مع واحد لنادي ساقيت الزيت 100% نسبة نجاح عالية 2-2 زوز محاولات زوز أهداف وقت مستقطع يطلب المدرب الجزائري للعربي القطري عمر عازب تحسن اداء نادي ساقيت الزيت على المستوى الدفاعي مع تصديات الحارس الهادي الغذاب يخليه نادي ساقيت الزيت ياخذ مع واحد في وقت مهم جدا المحلل الفني هيكل محمود يظهر لي اخر دقيقتين يلزم يتعامل معهم بكل ذكاء نادي ساقيت الزيت. صحيح معناتها الشونجمون بتاع الحارس الهادي الغذاب اعطاه اضافه كبيره سيف حميده كي رجع زاد الاتاك معناتها ركاح ولا معناتها نخدموا ولينا نلقاو لي سوليسيون معناتها يعطيو حتى في الدفاع معناتها تحسننا ان شاء الله معناتها دقيقتين هذوما معناتها الكره هذه مهمه جدا ان شاء الله معناتها نكملوا الدفاع كما هيك تحس الدفاع واقف قومي لفوق ما فماش هاي الاحصائيات امامنا افضل لاعب على مستوى التسجيل سيف الدين حميده 8 اهداف وزبير السيس بعده صبحي سعيد 7 اهداف 7 اهداف ان شاء الله معناتها الهجوم هذايا معناتها نعرفوا كيفاش نفكوا الكره هذه مش تكون الكره هذه بقدره ربي معناتها حاسمه معناتها ونعرفوا كيفاش نخرجوا بها ونعطيوها وقتها لازمنا نفاول الوقت معناتها مازال دقيقتين راهو كله لعب
البطولة هذه معناتها مهمة جدا إن شاء الله، معناتها نادي ساقية الزيت ناخذها معناتها مع الفورمة الكبيرة نتاع الهلال الغضام إن شاء الله. آخر دقيقتين الهجوم من جديد لنادي ساقية عفوا لفريق العربي القطري. إسماعيل محمد الجناح، عاود إيفان ميلاس على مستوى الساعد الأيسر في التنسيق كالعادة، فواز المعضادي دفاع تقريبا على 9 أمتار. تعود الكرة من جديد، هاني كيخي من جديد، فواز المعضاد يخرج رقم 19 اسماعيل محمد مركز الجناح، هاني كيخي 9 امتار من جديد، متميز قوي دفاع نادي ساقية الزيت، قاعد حركي يعني على كامل الست امتار، مش يخلي في المساحات لفريق العربي القطري. فان ميلاس الى فواز معضادي من جديد، صبحي سعيد حذيري، هاني كيخي دخول بقوة ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس الهادي الغضاب، كرة مهمة نادي ساقية الزيت، دخول بقوة معناتها ما قاوش حل، ما فماش لاعب دايرة، صبحي سعيد معناتها وصلنا خرجناه من الطرح على اساس معناتها قاعد يلعب في لاعب دايرة، ما عادش لاقين هما الحلول، الكرة هذه لازمنا نعرفوا كيف نستغلها لاخر وقت وناخذوا انيسياتيف، نعطيوها وقت السيد عيالي زاد ينجم يزيد طرف وقت توا ويزيد ياخذ تايم اوت، ناخذ نقوموا بهجمة، نجموا الكرة هذه تكمل عنا احنا للاخر، يا تتسجل يا تقعد احنا رابحين ان بوان. اخر اللحظات من المباراه 29 دقيقه و15 ثانيه، وقت مستقطع ممتاز، قلت لك معناتها وقت مستقطع في وقته، طلب المدرب السيد العياري باش يعطي فيه الرسم التكتيكي على الاقل نتاع اخر هجمه، خاصه انه الامتلاك لصالح نادي ساقية الزيت. صحيح صحيح، هذا تايم اوت معناتها مهم جدا، وكنا نجموا صحيح نزيد شويه لكن مش 40 ثانيه معناتها ينجموا، تو الكره هذه مهمه لازم نشدها للماكسيموم، راهو الحكم حتى كي يهز يده معناتها عندنا الحق في قداش من الباس، عندنا المره الاولى المره الثانيه نعطيوها حقها للاخر، اذا كان معناتها بعد لازم ريبلي معناتها 100% لازم الناس كلها نرجعوا ونوقفوا الهجمه هذه ما دام السكور عند ساقية الزيت، مش لازم باش ناخذوا معناتها انيسياتيف باش معناتها باش ما نزربوش في الهجمه هذه باش هما ما يطلعوش بها معناتها فهمت، يطلعوا بها معناتها كونتر اتاك ولا حاجه يسجلوها اون برانسيب، تو هكا مهم جدا الوقت مستقطع هذايا، والاتاك هذيا معناتها ان شاء الله معناتها نشدها لماكسيموم حتى ولا ربيتري معناتها يهز يدو، وبعد ما حتى ما يهز يدو نجموا ناخذوا وقت الانيسياتيف ونقوموا معناتها بالرجوع السريع، نحاولوا باش نوقفوا الهجمه، لكن فما طريقه نتاع كما تعرف معناتها تو القانون الجديد معناتها لازم نعرف كيفاش نوقفوا الكره، ما لازمش نعملوا فوت باش نجم 6 متر ان شاء الله. على كل حال 29 دقيقة و17 ثانية، هنا كما تشير السبورة الإلكترونية في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس، الهجوم لنادي ساقية الزيت أكيد دفاع متقدم مش يلعب رجل لرجل على كامل الملعب، التنبيه باللعب السلبي، هذه كرة من فخر الواد وهدف ممتاز حاسم جدا، الهدف الأخير لنادي ساقية الزيت 28 26 بسرعة قطع الكرة صبحي سعيد يكمل العملية والهدف، يتم احتساب الهدف ايقاف التوقيت 29 دقيقة و38 ثانية بالضبط، هذا حوار ثنائي بين سيف الدين حميدة وصبحي سعيد، على كل حال شفنا يعني سوء تقدير من سيف الدين حميدة حب يقطع الكرة لكن شاور الحكام معناتها على ورقة حمراء، مروان الفزاني معناتها أعطاه ورقة حمراء يمكن خاطر اقصال مروان الفزاني لاعب الدائرة الليبي، على كل حال في حوار ثنائي مع صبحي سعيد مشكلة توا معناتها كما تشوف توا هما يلعبوا معناتها فهمتني، ولا احنا بخمسة وهما بستة مش يطلعوا مان تو مان، هما توا ما يلزمناش معناتها بصراحة يلزم نقوموا برشا تقاطعات، يلزم سيف أحمد يعرف كيفاش يشد الكرة هذه، الكرة هذه لازم تموت عنا ويلزمنا معناتها نردوا بالنا نردوا بالنا باش يقصناش الكرة هذه. على كل حال هاو نشاهدوا تقريبا دفاع متقدم على كامل الملعب رجل لرجل، هما هم باش يلعبوا الديفونس بالنسبه للعربي القطري، ماش عنده ما يخسر يعني في اللحظات الاخيره، هنا لازم التقاطعات وكذلك المرور للسرعه القصوى، هذا سيف الدين حميد كمل العمليه يمشي بصبحي سعيد، مازال الهجوم والامتلاك لنادي ساقية الزيت، كره من جديد فاخر الواد يحاول باش يربح الوقت يطول الهجوم، امين بن غانم يكمل العمليه، مين يوصل كره اللعب الجناح جمال نجاح 7 امتار رميت 7 امتار في وقتها بل زوج ثواني 28 27 وفرصه باش نكملوا المباراه مع اثنين، ممتاز الانضباط التكتيكي في الهجوم يعني هذا اللي كنا نحكيوا عليه، خذينا وقتنا في الهجوم، سيف الدين حميده حرر امين بن غانم وصلها لجمال نجاح يكمل العمليه واقصى لا يعطي الصحة معناتها سيف كما قلت لك هو في الأوقات هذه الأخذية هذه خبرة الملاعبية يعني تظهر في الأوقات الصعبة، لاعب صاحب خبرة لاعب معناتها تاع منتخب لاعب برشا فينالات مع النجم الساحلي، هو توا هز معناتها الوقت هذا معناتها فما 22 معناتها ثانية معناتها عرف كيش تحكم فيهم مالقرية لساقية الزيت تلعب خمسة برك يعطيه الصحة معناتها عرف يعطي التايمينغ نتاع الباس
والحمد لله معناتها مبروك معناتها النادي ساقية الزيت معناتها تسجل ولا ما تسجلش. رمية سبعة امتار سيف الدين حميدة، يلا يا سيف في انتظار كما تعرف راهو زوج ثواني يضم رمية سبعة امتار يمدها للحارس. نهاية المباراة 28-27، ألف مبروك لنادي ساقية الزيت. كما قلنا نهائي تونسي تونسي، إن شاء الله باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بنادي ساقية الزيت. مباراة ممتازة على المستوى الفني، شفنا فيها تسابق وتلاحق. محللنا الفني هيكل محمود يظهر لي نادي ساقية الزيت يعني قام بشوط ثاني ممتاز للغاية، رجع في المباراة، انضباط تكتيكي في الدفاع، تحسن الدفاع يعني وتحسن الهجوم، خاصة سيف الدين حميدة وقت اللي رجع والحارس نادي الغضاب عاون برشا على مستوى حراس المرمى. نادي ساقية الزيت رسميا في نهائي البطولة العربية. لا بصراحة معناتها ساقية الزيت مبروك، ألف مبروك معناتها الترشح هذايا كان صعيب، لكن معناتها فما وقت على شونجمون تاع هادي الغضاب، يعطي الصحة السيد كي دخل هادي الغضاب كي رجع سيف حميدة أخذها معناتها، ونتصور له سيف حميدة يا أخو أحسن لاعب بصراحة على طيلة مقابلة، عرف كيفاش يتصرف في المقابلة. هما ضرهم برشا زادت الخروج نتاع لاعب الدائره نتاعهم، عرفنا نستغلوها احنا زاد فاخر الواد في الاوقاف الهدف الامريكي معناتها فيه برشا صنعه جدا. برشا صنعه في وقت معناتها للحكم معناتها زيد، وهذاك اللي قتل المقابله بصراحه سيف الدين حميده يستحقها بصراحه ويعطيه الصحه، يستحقها يستحقها زيد معناتها قام مجهود من كذا. باهي نمشيو مع التصريحات الفوريه بعد نهايه المباراه. ذكر تفضل ذكر. شكرا لك يعطيك الصحه اشرف المرغني، ألف مبروك التأهل نادي ساقية الزيت شوط ثاني ولا أروع كان اليوم. بارك فيك عايشك، بالنسبة لي الماتش هذا يعني لي برشا، نلعب ضد فريقي السابق يعني الحمد لله انتصرنا، فضل يرجع للناس كل أصحابي الكل خدمنا على رواحنا وخاصة للمدرب والستاف الكل، الحمد لله يا ربي وإن شاء الله في الفينال إن شاء الله نعديو مباراة ما خير من هكا. ألف مبروك يعطيك الصحة أشرف المرغني، ترشح نادي ساقية الزيت للدور النهائي فرح برشا، ايضا ترشح فريق الترجي التونسي باش يقاو دور نهائي تونسي. اكيد نحكيو مع السيد العياري مدرب نادي ساقية الزيت. مباراه سي سيد الشوط الثاني معناها تقريبا عرفتوا كيفاش تعاملوا معاه باش خرجتوا بنتيجه قدام فريق قوي فريق العربي قتل. فريق العربي يلعب كره اليد السهل الممتنع، كره اليد العصريه، ما لاعبين كل لاعب يعرف وين يروح، الفتح الملعب والتسلسل في اللعب كرة يد عصرية، ينوعوا كم الدفاع، مجموعة متكاملة. مقابلتنا مقابلة طيبة في الشوط الثاني، عرفنا وقفنا شوية الخطورة متاع الهجوم متاع الفريق الخصم، ضغط كثر على الفريق بعد مقابلة البارح. اليوم مقابلة اللي نقول أنا ترضي الجماهير وفي مستوى ان شاء الله طموحات نادي ساقية الزيت. شكرا لك سي سيد بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. الترجي الرياضي التونسي نادي ساقية الزيت لافيش نتاع الدور النهائي لبطولة العربية للأندية البطلة في كرة اليد يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30، نذكركم ان انطلاقا ماضي ساعتين باش يكون السوبر في السيدات بين الجمعية النسائية بصفاقس والنادي الافريقي، المتابعة متواصلة على القنوات الوطنية التونسية. اكيد تحية لكل اللي امنوا لكم النقل المباشر اليوم في الدور النصف النهائي وايضا في بقية الادوار. شكرا للسيد ترابلسي كان في التعليق على المباراة، هيكل محمود كان في التحليل الفني للقاء، نتلقاه ان شاء الله في الدور النهائي ان شاء الله البطولة العربية، الى اللقاء.